مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم نغطي كل اخبار النادي الاهلي من خلال برنامجنا الاهلي الليله. اكيد المباراه الهامه الافريقيه الهامه ان شاء الله هتكون يعني محطه انظارنا، هنغطيها بشكل كامل باذن الله. يكون معايا الزميل عزيز محمد دكرير عشان يطمنا على كل الاخبار المران واللي حصل فيه وشكل الأهلي الفني في هذا المران. قبل ما نروح لأخبار الأهلي تعال أقول لكم على خبر مهم جدا، أو أعرفكم كمان على فقرات البرنامج. يكون معايا بعد الأخبار الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة، الأستاذ الكبير محمد صادق. بعد الأستاذ محمد صادق يكون معاكم الزميل العزيز محمد سعيد، يكون معاه نجمان من الأهلي القدامى حسين شكري وأحمد رضوان. دي فقرات الأهلي الليلة النهاردة. تعالوا بسرعه اقول لكم ان النهارده الدكتور عبد العزيز كونسوه محافظ الاسكندريه في خطوه مهمه جدا جدا استقبل الكابتن الكبير اسطوره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، اتكلموا حول سبل التعاون بين النادي الاهلي ومحافظه اسكندريه. دي صور ارشيفيه من لقاء السيد الدكتور عبد العزيز كونسوه محافظ الاسكندريه مع النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الجلسه كانت بتدور حول تعاون محافظه الاسكندريه مع نادي الاهلي او العكس، نادي الاهلي مع محافظه الاسكندريه. بندور ان احنا يكون لينا تواجد في محافظه الاسكندريه كنادي اهلي او فرع نادي اهلي في محافظه الاسكندريه، محافظه كبيره جدا فيها جماهير اهلاويه كبيره جدا. اكيد لازم نادي الاهلي يتواجد يعني من خلال الكابتن محمود الخطيب. بصراحه مشاريع كبيره جدا بيشهدها النادي الاهلي في كل المجالات. الجلسه كانت فيها حوار مثمر جدا زي ما قلت لحضراتكم، كانت مقدمته رغبه الكابتن محمود الخطيب في تدشين فرع جديد للنادي الاهلي بمحافظه الاسكندريه لاسعاد الجماهير الاسكندرانيه، واستكمالا لسلسله فروع النادي الاهلي السابقه والعمل على التواصل مع محبي النادي في كل مكان. من جانبه الدكتور عبد العزيز كونسوه اكيد رحب برئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، واكد ان دي رغبه كبيره جدا في التعاون مع المحافظه، وده امر في حد ذاته بيسعد ومحل اهتمام وتقدير كبير جدا من الجانب الاسكندراني. ده كان كلام الدكتور عبد العزيز كونسوه. قال كمان انه لا سيما انه يتعلق بالنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، كما ان التعاون خطوه ايجابيه لخدمه الرياضه المصريه، وانشاء فرع جديد للاهلي بالاسكندريه يبقى مرحلة مهمة لتوسيع القاعدة الرياضية والاهتمام بالناشئين والبراعم للالتحاق باللعبات المختلفة. ده كان شكل اللقاء، وكمان شهدت المقابلة التي جرت في أجواء ودية بمقر المحافظة في حضور أحمد جمال نائب المحافظ والدكتور إسماعيل العدلي والمستشار الهندسي للمحافظة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي. كان في حوارات واتجاهات عديدة بما يخدم المصلحة العامة. ده طبعا شكل النادي الاهلي في كل مكان، واكيد محافظه الاسكندريه محافظه كبيره جدا. كان خبر مهم جدا، واكيد ان شاء الله يكون فرع النادي الاهلي في اسكندريه حاجه كبيره تليق بالنادي الاهلي وتليق كمان بمحافظه الاسكندريه. زي ما قلت لحضراتكم اسكندريه مليانه اهلاويه جنب طبعا مشجعي سيد البلد الاتحاد السكندري. تعالوا نرجع لاخبار الفريق، وفايلر بيعقد جلسه على هامش مران الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في شكل النادي الاهلي واستعداد النادي الاهلي للمباراه القادمه، المباراه الافريقيه القادمه هتكون مع كانو سبورت ان شاء الله الغيني. اتكلم معاه عن ابرز الامور المتعلقه بالفريق والسفر والترتيبات الخاصه بالسفر. انك كمان ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيغادر القاهره قبل موعد المباراه للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة في معسكر الفريق إن شاء الله في غينيا الاستوائية. عارفين كمان أن محمود وحيد مصاب، كان برضو فايلر بيطمن على محمود وحيد قبل المران المسائي مع رامي ربيعة اللي هيغيب عن هذه الرحلة الأفريقية. اتكلمنا عن رامي ربيعة قبل كده قد إيه هو عنصر مهم جدا زي كل عناصر النادي الأهلي. دي كانت برضو لقطات من مران النادي الأهلي، شايفين في الصورة فايلر مع كابتن سيد عبد الحفيظ و المترجم مدرب الحراس كمان مدرب المساعد ونجوم النادي الاهلي. فايلر بيحاول يكون في علاقات ايجابيه بينه وبين اللعيبه بسرعه جدا، ويحاول يوطد العلاقات كمان كمدرب للنادي الاهلي. بيحاول يتعرف على كل اللعيبه، بيحاول يتعرف على كل النواحي الفنيه، ازاي يتعامل مع اللعيبه فنيا وازاي يوصل لدماغهم وازاي يوصل لشكل فني بسرعه جدا قبل هذه المباراه الهامه جدا. تحديات كبيره جدا تنتظر هذا المدير الفني السويسري، ان شاء الله كل مجهوداته وكل طموحاته وطموحاتنا ان شاء الله تكلل بالنجاح.
زي ما حضراتكم شايفين يعني هما كمان بيتمرنوا ولا بيعمل تمرينه الدبل باس والوان ثري وهو بيعمل التمرين بنفسه حاجه كويسه جدا. ان شاء الله يكون يعني بادره خير زي ما اتكلمنا امبارح مع حضراتكم. قلت لكم كمان نقعد طمن على محمود وحيد قبل المران المسائي. محمود وحيد كان تعرض لاصابه وان شاء الله خلاص يعني في اطار الاستشفاء. كمان كان في مع المدرب ميشيل يانكون مدرب الحراس كان في تدريب مع الحراس المرمى ازاي يستخلصوا الكرات العرضيه او التعامل الصحيح مع الكرات العرضيه، مهم جدا. عارفين طبعا ان كل افريقيا بتعتمد على الكرات العاليه والكرات العرضيه او حتى الكرات اللي من العمق بس بتكون برضو كرات يعني عارفين الكره الافريقيه. فاكيد التعامل معاها لازم يكون بشكل صحيح. عندنا ما شاء الله الشناوي اكرامي لطفي بيجيد التعامل مع الكرات العرضيه او الكرات العاليه، لكن طبعا التاكيد والحرص احسن بكتير. بحاول اطمنكم على كل الاخبار. كمان توماس مدرب الاحمال كان في فقره بدنيه متنوعه كانت مع المدرب توماس مدرب النادي الاهلي للاحمال البدنيه، كانت 30 دقيقه كان فيها كل او معظم النواحي البدنيه. الجهاز الفني بيحصل على جرعه تطعيمات استعدادا لرحله غينيا، هيبداوا بقى يدخلوا في بقى في جرعات تطعيمات، اعتقد ان دي اول مره ياخدوها جرعات تطعيمات الافريقيه عفوا استعدادا يعني تعرفين الاجواء الافريقيه وعارفين اللي ممكن التعرض لو انت مش واخد تطعيمات لازم كله ياخد تطعيمات، واكيد طبعا الجهاز الفني حصل على هذه التطعيمات. ان شاء الله الجهاز الفني او الاهلي هيسافر يوم او ليله 11 سبتمبر استعدادا لمباراه يوم 14 سبتمبر دور ال 32. سيد عبد الحفيظ نجم النادي الاهلي ومدير الكره بيطمن على ترتيبات رحله غينيا الاستوائيه. تعالوا نتوقف عند الخبر ده ونروح لزميل العزيز محمد دكروري عشان يطمنا على كل كبيره وصغيره في مران النادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن ميدو وازي حضرتك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. كل سنه وانت طيب الاول، وحشني بقالي كتير ما شفتكش. وانا والله بس وحشني كابتن ميدو. طمنا بقى على ربنا يخليك يا رب، طمنا على المران وطمن الجماهير كده ووصف لنا التمرين واللي حصل في التمرين، طمنا على المصابين. كان في جلسه بين فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ، كان برضو فايلر طمن على لعيبه المصابين، يعني عرفنا ودخلنا في الاجواء اكتر من خلال التدريب. بدا كان في محاضره الاول مع اللعيبه من كابتن سيد مع اللعيبه جوه غرفه الملابس تمام، وبعد كده طلعوا كلهم وقفوا في الملعب. طبعا المحاضره الفنيه اللي بيعملها الدكتور بيني فايلر وقف يتكلم مع اللعيبه ويعني كان في واضح ان كان في تحفيز جامد جدا للعيبه، وان هو كان من خلال اللي احنا شفناه يعني ان هو بيقول لهم يعني بيهم ان التدريب هو اللي هيكون المقياس في المشاركه في المباريات. كان اليومين اللي فاتوا كان في تدريبه كانت على التقسيمه كانت على عرض السطور وعرض الملعب كله. النهارده الموضوع ضاق شويه والملعب كان ضيق شويه، وكان الهدف من التقسيمه ان اللعبه يعني يبقى التدريب من لمسه واحده بس على الكوره. تمام. كان طبعا مستر توماس كان مخطط الاحمال بدا التدريب بالجري بالجري حول الملعب، وبعد كده كان في يعني بس معدلات التدريبات البدنيه ابتدت تقل شويه لان هو كان معلي اليومين اللي فاتوا، النهارده الموضوع ابتدى يقل شويه وعلى طول دخلوا في التقسيم على طول مباشره. كان الملعب صغير النهارده جدا وكان واضح جدا من اللعيبه من التركيز على موضوع اللمسه الواحده. تمام. وان في يبقى في ستريس على اللي معاك سواء من معلمين من خط النص او حتى من المدافعين هم اللي بيطلعوا يبقى اللي معاك كوره يعملوا ستريس عليها. وطبعا التقسيمه شهدت تألق لقفشه وصالح جمعه وحسين السيد وعمر السليه وحسام عاشور وكابتن احمد فتحي. تمام. وبالنسبه بقى لتدريب حراس المرمى فمستر مايكل يانا كونين عمل تدريبه قويه مع حراس المرمى وكان مركز النهارده جدا على العرضيات. تمام. لدرجه ان هو كان في التدريب كان بيقف بنفسه يعني يقف يشاكس مع الحراس عشان ما يخلوهمش يوصلوا للكوره. بس هو كان وضع التدريب كان قوي جدا وكان على العرضيات بالذات يا كابتن. تمام. وبعد كده وبعد التقسيمه كان في بقى برضه تدريبه اخرى اللي قاعدين على الكرات العرضيه وكيفيه استغلال لعيبه خط النص في الكرات العرضيه والمدافعين برضه زي ياسر ابراهيم وزي محمود متولي استغلال العرضيات لما يجي ضربه حره مباشره او حتى الكورنر. تمام.
المصابين وال اتفضل. شهر التدريب طبعا برضه تعلق لشريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، يعني التدريبه كانت قويه جدا. تمام، اكيد انت عارف تدريب النادي الاهلي والاستاذ المشاهدين عارفين تدريب النادي الاهلي كله ما فيهوش هزار. وكان برضه في المران الكابتن اسامه حسني النهارده كان موجود في التدريب برضه وكان بيقابل اللعيبه. تمام، المصابين طمنا عليهم يا محمد. النهارده اكتفى رامي ربيعه وكابتن رامي ربيعه ومحمود وحيد اكتفوا بالجري الخفيف حوالين الملعب. كابتن سعد سمير لسه مرحله التأهيل اللي عنده النهارده ما كانش موجود في التدريب، كان اتمرن في الجيم على ما اظن، وبرده كان في تدريب لمحمد محمود برده كانت ما نزلش ارض الملعب النهارده كانت جوه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه المميزه، واكيد عارفين يعني التدريب نادي الاهلي. انا بشكر زميلي العزيز محمد دكروري، دايما مميز تدريب نادي الاهلي، ما بيبقاش فيه اي هزار، دايما بيشهد اجواء يعني صعبه جدا بين اللعيبه، لكن في اطار المنافسه الشريفه وفي اطار ان انا احجز مكاني في التشكيله الاساسيه. الكل طبعا بيطمح او بيطمع ان هو ياخد عينين المدير الفني الجديد، ايا كان بقى اللعيب اسمه ايه نجوميته ايه، لكن اول ما مدير فني جديد بيجي لازم كله بيموت نفسه عشان يقول له انا ابقى في التشكيله الاساسيه. تعالوا نرجع تاني لاخبارنا. قلت لكم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بيطمن على ترتيبات رحله غينيا الاستوائيه من خلال اتصاله بالسيد حاتم حسونه سفير مصر في غينيا الاستوائيه. رتب معاه كل او اطمن على كل الترتيبات الخاصه باقامه البعثه. سيد عبد الحفيظ هيكون برفقه الكابتن سمير عدلي المدير الاداري قبل وصول البعثه ب 48 ساعه للاطمئنان زي العاده، او النادي الاهلي دايما كده قبل 48 ساعه من وصول الفريق بيروحوا يطمنوا هم على كل كبيره وصغيره في معسكر الاقامه، يشوفوا الكور، يشوفوا الملاعب، يشوفوا الاجواء، الدنيا عامله ازاي، الملاعب التدريبيه عامله ازاي، النجيله عامله ازاي، الفندق، الاقامه اللي ناقصه، يعني بيشوفوا كل حاجه في المعسكر. هيكون رئيس بعثه النادي الاهلي ان شاء الله المتجه لغينيا الاستوائيه هيكون السيد طارق انديل. كلفه الكابتن محمود الخطيب برئاسة البعثة اللي مسافرة لغينيا الاستوائية إن شاء الله يوم أو المباراة يوم 14 من سبتمبر الحالي. أكيد طبعا الأستاذ طارق أنديل طمن من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي على كل الترتيبات وهتكون معاهم خطوة بخطوة. النجمة الأمريكية شاكيلا نان لاعبة فريق كرة السلة بتتكلم عن سعادتها البالغة بالانضمام لفريق النادي الأهلي. أكيد طبعا ألعاب الصلاة ليها فقرتها المميزة، لكن احنا بس بنقول لكم رؤوس الأخبار. شاكيلا نان نجمة كرة السلة الأمريكية اللي انضمت للنادي الأهلي وبتقول إن هي في غاية السعادة إن هي انتمت لهذا النادي الكبير. ده كلام شاكيلا اللي قدامكم في الصورة. كمان وطبعا في حديث كبير ان شاء الله يعني من خلال برنامج العرف وكل اللي قالته هذه النجمه ان شاء الله يعني تشهد نجوميه اكبر مع النادي الاهلي. يد 2002 بيفوز على الطيران في دوري المرتبط، كمان يد الاهلي بيفوز على الطيران في اولى مواجهاته في الدوري هذا العام 25/17. ده فريق اليد رجال اولى مباراته في الدوري في دوري الكره الطائره بيفوز على الطيران 25/17 أو اليد آسف. الأهلي بيفوز على الوداد المغربي في البطولة العربية لتنس الطاولة. أنا بقول لكم بسرعة كده رؤوس الأخبار، قلت لكم طبعًا أنتوا عارفين برنامجنا المميز يعني ألعاب الصلاة هيكون بيغطي كل هذه الأخبار. 55 لاعب خبر عالمي، 55 لاعب بيتنافسوا على التشكيل المثالي للفيفا، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح هيكون في التشكيلة الأساسية ولا لأ؟ هنشوف يعني الاختيار هيكون شكله ايه. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعلن عن قائمة تضم 55 لاعب يتنافسوا على جائزة التشكيل المثالي لعام 2019، تضم يعني 49 لاعب الى جانب نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي. من 2009 للنهاردة الدوري الانجليزي بيهيمن على القائمة الاكثر عددا، او منذ 2009 النهارده القائمه بتضم 21 لاعب مقابل 20 لاعب للدوري الاسباني، يعني عدد كبير جدا. الدوري الاسباني 20 لاعب 21 لاعب
من الدوري الانجليزي. عارفين الدوري الانجليزي متعه لينا كلنا بصراحه، احنا كرياضيين بنقعد نتفرج على كل الماتشات او اللي بيتابعوا الدوري الانجليزي اكيد كلنا دلوقتي لنا انتماءاتنا، اللي بيشجع ليفربول عشان محمد صلاح، واللي بيشجع مانشستر سيتي عشان جوارديولا واسلوب مانشستر سيتي والعبقري جوارديولا طبعا، واللي بيشجع تشيلسي، اللي بيشجع فرق كتير بصراحه بتشجعها وبتمتعنا في اللعب. الدوري الانجليزي اتغير، جوارديولا كل ما يروح دوري يا جماعه بيغير شكله للشكل اللي هو عايزه. كل الفرق دلوقتي او معظم الفرق في الدوري الانجليزي بتحضر من تحت. لما راح المانيا كل الفرق او معظم الفرق بدات تحضر برضو من تحت، يعني بيفرض شخصيته الفنيه على الدوريات، ودي صعبه جدا جدا. الدوري الانجليزي كنا عارفين الدوري الانجليزي من تحت كروس، اطلع هاجم اضغط بريس، دلوقتي لا، لازم يحضر من تحت والجون بيلعب كوره. كانوا بيتريقوا الاول على جوارديولا، لكن جوارديولا دلوقتي قالوا عليه عبقري واحسن مدرب في العالم بلا منازع. معايا الناقد الرياضي الاستاذ محمود باي. مساء الفل عليك يا استاذ محمود. مساء الفل يا كابتن عبد الحميد وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كنت بتكلم على خبر محمد صلاح على راس 55 لاعب بيتنافسوا على التشكيل المثالي للفيفا. هو طبعا يا كابتن تواجد محمد صلاح في القايمه ده امر طبيعي، يعني راجل فايز مع فريقه بدوري ابطال اوروبا السنه دي، هداف الدوري الانجليزي متخاصما مع اوباميانج مع زميله ساديو ماني، فاعتقد ان هو تواجده يعني يعتبر اجراء طبيعي جدا ان هو يعتبر من نجوم الموسم الماضي اللي فات. تمام تمام. بنتكلم عن التشكيله المثاليه، هل ممكن يكون محمد صلاح ضمن ال 11 لاعب في التشكيله المثاليه، ولا انت شايف ايه من وجهه نظرك؟ هو طبعا حميد الموسم اللي فات كان خط الهجوم في التشكيله المثاليه كان بيضم ميسي ورونالدو وكيليان امبابي في منافسه، اعتقد ان ميسي هو حاجز مكان من ضمن الثلاث اماكن في الخط الامامي، من راجل هداف دوري ابطال اوروبا، هداف الدوري الاسباني، لاعب في الدوري الاسباني وحقق يعني ارقام قياسيه في عدده. اكيد اعتقد ان صلاح هيخش في منافسه قوي جدا على حاجز مقعدين، على حجز مقعدين مع ساديو ماني، خصوصا ان ساديو ماني هو برضه تخاصم معاه جائزه الهداف، وفي نفس الوقت هو تقدم في مراحل اكثر ووصل لنهائي كاس امم افريقيا، بينما صلاح خرج من دور ال 16، اعتقد ان دي ممكن تخش في الحسابات. اعتقد برضه ان كيليان امبابي فرصته قويه جدا جدا ان هو يخش التشكيله المثاليه، ان هو راجل هداف الدوري الفرنسي وخد جائزه افضل لاعب واعد ولاعب في افضل هداف في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، وكان بفارق هدف واحد بس عن ميسي، فاعتقد ان فرص ميسي وكيليان امبابي هي قويه جدا، بينما صلاح هيخش في منافسه قويه على حجز المقعد الاخير. على حجز المقعد الاخير. يعني المقعد الاول والثاني اعتقد بنسبه كبيره محجوز لميسي وكيليان امبابي. اكيد ميسي لازم ياخد مقعد طبعا، انت عارف ده ميسي. ومبابي زي ما ذكرت لحضرتك هو هداف الدوري الفرنسي وكان بينافس ميسي نفسه بابي طبعًا على جائزه الحذاء الذهبي الاوروبي. طبعا طبعا. لكن لو رجعنا لمحمد صلاح، اتفضل كمل. اتفضل اتفضل يا كابتن. اتفضل. لا اتفضل اتفضل قول لي. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان برضه مبابي كان عامل ارقام قياسيه برضه الموسم اللي فات في الدوري الفرنسي، وكان هو النجم الاول لباريس سان جيرمان الموسم اللي فات، خصوصا تغلب اللي هو غياب نيمار، فغير طبيعه تركيزه وغير طبيعه مهامه وبدا وعداله التهديف يزيد بشكل كبير جدا، زي برضه ان تاثيره مع منتخب فرنسا بدا ان هو عنصر يعني لا غنى عنه، خصوصا ان ابتعاد كريم بنزيما واعتماد منتخب فرنسا بشكل كبير على جريزمان ومبابي والمعدل التهديف الضعيف لاوليفيه جيرو، فهو يعتبر برضه نجم اول لمنتخب فرنسا زي ما هو النجم الاول دلوقتي لباريس سان جيرمان. اكيد اكيد. توقعاتك لمحمد صلاح السنه دي والظهور في الدوري الانجليزي واللي حصل بينه وبين ماني، شايف الدنيا هتمشي ازاي؟ او نظرتك للدوري الانجليزي مع محمد صلاح وماني تحديدا كمان؟ هو نتمنى ان الازمه ما يعني ما تاثرش، لان خلي بالك كابتن يعني الازمه صعبه شويه، ظهرت للعلن ان في شبه غيره بقى بين الثنائي ماني وصلاح، يعني هي طرحت بشكل كبير في المباراه الاخيره في بيرنلي، موقف زي ده اكيد مش هيتعالج بين يوم وليله. شفنا مشكله مشابهه ليها بين كافاني ونيمار على تسديد ركله جزاء من سنتين وما زال اثارها موجوده لغايه دلوقتي. تمام. فبرضه يورجن كلوب امامه تحدي كبير جدا ان هو يعالج المشكله دي. صلاح برضه اتمنى ان هو يعني الفتره الاخيره شفناه بعد تركيزه شويه عن كره القدم، او بعد تركيزه شويه عن خارج الملعب وبدا ينشغل بامور اخرى، حتى تصريحاته في وسائل الاعلام عملت جدل شويه في مصر، سواء في مصر او في انجلترا. فصلاح لازم الموسم ده يعيد حساباته شويه، يركز اكتر في كره القدم،
لان احنا لو شفنا كابتن الموسم اللي فات كان صلاح احتكر كل الجوائز الفرديه في انجلترا، افضل لاعب من البريمير ليج ومن نقطه النقاب ومن نقطه اللاعبين المحترفين الانجليزيه. تمام. السنه دي صلاح خسر الجائزه لصالح فيرجيل فان دايك، خرج من سباق يعني تفتكر محمد صلاح العالم. تفتكر محمد صلاح مركز قوي ان هو برضو يجيب اجوان، عايز يبقى هداف للمره الثالثه على التوالي في الدوري الانجليزي؟ تفتكر كل دي دوافع؟ تفتكر ساديو ماني عايز برضو اهداف؟ الموضوع بينهم هيتحل بسرعه ولا هياخد وقت؟ لا، ما هو كابتن احمد الهداف ده طموح مشروع. ما خلي بالك يا كابتن صلاح عايز برضو ياكد ان هو ما زال هداف الدوري الانجليزي في اخر موسمين. تمام. لان كابتن الموسم اللي فات كان هو تقاسم الجائزه مع ماني وباميانج، فهو عايز يرجع اللي هو يعني زي ما نقول يتزعم عرش انجلترا من اول وجديد. تمام. يخش في سباق الجوائز الفرديه من اول وجديد. صلاح كان ضمن افضل ثلاث لاعبين في العالم وفي اوروبا السنه اللي فاتت في 2018. تمام. برضه في نفس الوقت عنده طموحات وعنده تحديات جديده وعنده حوافز جديده، خاصه بعد اللي هو النتائج المخيبه لمنتخب مصر في كاس الامم. فصلاح عايز يعالج كل اللي حصل سواء في كاس العالم، وتعرض لهزه كبيره جدا جدا مع المنتخب، وبرضه في كاس الامم الافريقيه تعرض لهزه كبيره جدا جدا. الموسم ده بدا بمشكله مع زميله وشريك ليه في الهجوم. في نفس الوقت برضه ماني راجل عينه على جائزه تحصل لها في افريقيا، وشايف ان زميله في نفس الفريق محمد صلاح هو اللي بيحرمه كل مره من الحلم ده، وخد جائزه احسن لاعب في افريقيا اخر سنتين. واعتقد برضه ان هما الاثنين هيكونوا خارج الجائزه السنه دي. اعتقد ان فرصتها هتكون لعيب جزائري وقد يكون رياض محرز بشكل كبير. فاعتقد كل دي حوافز صلاح وماني عارفينها كويس جدا، ان هما بدات مكانتهم تهتز على مستوى الترشح للجوائز الفرديه. فدلوقتي التركيز كله ازاي احنا نرجع نفسنا للترشيحات. الترشيحات هتتم من هو تسجيل معدل اكبر من الاهداف، وهيكون التعاون يعني التعاون بينهم ده هيكون مفيد جدا لكل الاطراف، المفيد لصلاح ومفيد لساديو ماني ومفيد لليفربول كمان، يعني كبيره جدا على يورجن كلوب. وهتبين قد ايه قوه شخصيته في اداره ازمه، لان اداره ازمه كبيره. لكن في نفس الوقت هو يورجن كلوب محظوظ شويه ان الازمه دي حصلت في اخر جوله قبل اللي هي الفيفا ديت او اللي هو التوقف الدولي. فدلوقتي كل لاعب مع منتخب بلده، اي نعم دلوقتي منتخب مصر مش مرتبط بالالتزامات، فممكن مع مرور الوقت واللي هو حاله الفراغ دي دلوقتي يمكن الازمه تهدى ولو نسبيا. وفي نفس الوقت يورجن كلوب هتثبت الازمه دي قد ايه هو مدرب كبير، قد ايه هو يحتوي ازمه كبيره زي دي، خاصه ان هي ازمه مش سهله. يعني الناس تبدو ان هي عليها سهله، لا. وفي نفس الوقت برضه لازم يتفرغ، يعني يفرغ الفريق للمنافسه، ان هو عنده بين زي ما بقول اسمه مانشستر سيتي. الو، صوتك يا استاذ محمود. ايوه، الصوت بس كان بيروح وبيجي، معلش ما كنت سامعك في اخر كلام. لا يا كابتن، بقول لحضرتك ان برضه يورجن كلوب الازمه دي يعني هو محظوظ فيها ان هي حصلت قبل فتره توقف دولي. تمام 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 تمام. دلوقتي الدوري الانجليزي متوقف، هو دلوقتي الدنيا يمكن مع مرور الايام الدنيا تهدى شويه، وفي نفس الوقت الازمه دي هتبين قد ايه هو مدرب كبير وهيقدر يعالج الازمه، خاصه ان هو بينافس هجوم كبير اسمه مانشستر سيتي. اكيد اكيد، مانشستر سيتي مع جوارديولا ما بيهزروش، يعني الناس ما بتهزرش. اه بالظبط كده، وفريق كمان عنده بدائل قويه جدا. خلي بالك كابتن، البدائل الهجوميه لصلاح وفيرمينو وساديو ماني مش بالقوه الكافيه. بالظبط. وغياب اي واحد فيهم سواء للاصابه او لسبب فني او تراجع مستوى سبب فني هياثر بشكل كبير جدا على ليفربول. لكن الناحيه الثانيه في مانشستر سيتي جوارديولا عنده حلول كتيره، عنده برناردو سيلفا، عنده ديفيد سيلفا، عنده رحيم ستيرلينج، عنده جوندوجان، عنده اجويرو، عنده جيسوس، ده غير كمان لولا ساني ان هو مصاب. فتخيل كم الحلول الهجوميه اللي عند بيب جوارديولا مقارنه بكلوب. هو ما بيغلبش، مطالب ان هو لازم يحل الازمه دي. هو جوارديولا كمان ما بيغلبش اساسا، يعني اختبار قوي جدا جدا ليه، يمكن اصعب اختبار ليه السنه دي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود باهي، دايما يعني بتمتعنا بتحليلك للمواقف. شكرا جدا محمود باهي الناقد الرياضي، شكرا جدا لحضرتك. اخر خبر قبل ما نطلع فاصل، كوبر بيخسر مع اوزبكستان بثلاث اهداف مقابل لا شيء في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم من منتخب فلسطين. مستر هيكتور كوبر 3-0 كان يعني ده انتصار منتخب فلسطين على اوزبكستان. ثنائية ولا ثلاثة؟ أنا عايز أتأكد من اثنين ولا ثلاثة؟ يعني هي هنا اثنين، ماشي اثنين، يمكن أنا عشان بحبه قوي فقلت ثلاثة. 2-0 بس، 2-0 من منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر في أولى التجارب. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة.
اهلا بحضراتكم من جديد، مدير تحرير اخبار الرياضه الاستاذ الكبير الاستاذ محمد صادق في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا يا استاذ محمد. الله يخليك، ده نورك ونور جماهير الاهلي بالتاكيد. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك استاذ حضرتك. طيب ودايما بتنورنا هنا في الاهلي الليله. الله يخليك. سؤالي طبعا لازم اسالك طبعا ردود الافعال اللي حصلت قبل اختيار مدير فني النادي الاهلي، وشايف السريه التامه اللي كانت مفروضه على اختيار المدير الفني، وشايف فايلر بشكل عام ازاي؟ شوف بالتاكيد يعني انا متفائل جدا بالموسم الجديد للاهلي، متفائل انه موسم جديد بمعنى الكلمه، بمعنى صح في جهاز فني متكامل، فيه وجوه جديده في الاهلي، في روح جديده في الاهلي، في حاجات كتيره جدا. الحديث عن فايلر بالتاكيد خد مساحه كبيره جدا جدا رغم ضيق الوقت اللي موجود فيه اللي تم التعاقد، يعني ما بين الاعلان والتعاقد كان وقت ضيق جدا جدا، يومين اتنين، لكن كان له اصداء كثيره جدا جدا. من الممكن الواحد يبقى عنده طموح انه يكون احسن مدرب في العالم هو مدرب النادي الاهلي، وانه هو ان الاهلي يجيب اغلى مدرب في العالم، ولكن لازم ان احنا نحط في الاعتبارات ان في حدود معينه وامكانيات معينه، وان انت جاي بتنافس في بطولات معينه ايضا، فشيء طبيعي ان انت تحط امكانياتك مع طموحاتك مع كل الحاجات دي وتشوف الانسب والاخطر. انا بعتقد انه افضل ما في اختيار فايلر ان لجنه المدربين او لجنه التخطيط او اللجنه برئاسه الدكتور الشيخ طه اسماعيل وضعت مواصفات معينه وطبقتها وهي بتختار السيره الذاتيه بتاعه رينيه. الكلام ده الاهلي محتاجه. انا حاسس بنوع من انواع التفاؤل ان الاهلي هيبقى ليه شكل جديد في الموسم الجديد مع هذا المدرب ومع الجهاز الفني المتكامل اللي معاه. تمام. يعني بمعنى صح انه جماهير الاهلي دائما وابدا زواقه لكره القدم الهجوميه الرائعه اللي فيها غزاره الاهداف، اللي فيها الانتصارات المتتاليه. ما ينفعش ان الاهلي يفوز بمباراتين ثم يتعادل في مباراه ثم يرجع تاني يفوز، لا، الاهلي تعود او جماهير الاهلي تعودت على ان الفريق بيخش المباريات يفوز انتصارات متتاليه مع اداء رائع، مع اداء جيد، مع نجوم بيتالقوا، مع اهداف تلفت الانظار. انا حاسس ان هذا من خلال سيرته الذاتيه طبعا بالتاكيد، وما كتب عنه وما قام به في اخر موسمين في الدوري البلجيكي، بالتاكيد ما كتب عنه بيقول ان الراجل ده عنده افكار يعني قيمه جدا هجوميه، وعنده طرق متعدده عشان خاطر ينقل الفرقه الى الاداء الهجومي. بمعنى صح انا بقول النهارده الاهلي بدا النهارده رحله جديده من الابداع والامتاع مع فايلر، ويا رب ان شاء الله باذن الله هذا التوقع يكون سليم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. انا عايز اقول لك يعني اسباب التفاؤل بتاعتك انت عديتها لي، ان هو كان عنده بوادر هجوميه، عنده شكل هجومي، عنده طموح طبعا، جاي في ضغوطات فهو عايز يقول لا للناس، اكيد سمع طبعا، اكيد سمع طبعا، فعايز يقول للناس لا انا مدرب كويس ان شاء الله يبقى في شكل جديد مع النادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت الاهلي بيدفع ضريبه ان هو نادي ناجح، وان هو صدر لجماهيره ان انا نادي بفوز على طول، فالجماهير خلاص تشبعت بالزبط بهذا الاحساس، وبقى عندها خلاص احساس او عندها ثقه ان فريقها ما ينفعش يخسر، ما ينفعش يتعادل، وده بقى حق عند جماهير النادي الاهلي. والضغط الاكبر كمان ان انت في اخر موسمين الجماهير غاضبه شويه من اداء الاهلي، معلش يعني احنا في قناه الاهلي لكن الاداء بتاع الاهلي، ده احنا بنتكلم بصراحه والله ما انت عارف يا محمد، الاداء بتاع الاهلي لم يرضي الغالبيه العظمى من جماهير الاهلي. بمعنى اصح ان انت مش انت الاهلي اللي مرعب في افريقيا انك ممكن تتغلب في فرقه من فرقه او اثنين او ثلاثه وتطلع من دور الثمانيه، او الحاجات دي كلها بتبقى صعبة جدا على جمهور الأهلي. السنتين الأخر أداء الأهلي ممكن يكون كان بعض الشيء محليا مرضي شوية عشان بتاخد بطولة وتاخد بطولة الدوري والكلام من ده كله، ده شيء جميل جدا، لكن على المستوى الأفريقي أنت مش مرضي لجماهيرك، ما بتحقق لهمش الطموح بتاعك، كان في حاجات في ظروف كتيرة جدا منعت هذا الكلام مش هنتكلم فيها، لكن احنا بنتكلم عن قيمة
معينة اسمها الأهلي في أفريقيا لابد أن يكون له أداءه ثابت وأداءه عالي وأداءه يرضي الجماهير وأداءه يحقق البطولات في الآخر. فشيء طبيعي النهاردة الضغوط الكتيرة اللي على المدرب زائد طموحه كمدرب بيخوض أول تجربة له في أفريقيا، شيء طبيعي أن احنا برضو متخوفين شوية، لأن لاسارتي برضو كانت أول تجربة ليه في أفريقيا، ومع ذلك ممكن تكون الظروف مختلفة شوية. بصراحة أقول لك الحاجة، أنا قناعاتي الشخصية أنا مش مؤمن بمدرب لازم يبقى عنده خبرات أفريقية عشان يمسك فريق يلعب في أفريقيا، أنا مش مؤمن بيها. ممكن أختلف مع ناس كتير جدا جدا ونقعد نقنع بعض يعني، تمام، إن أنا مش لازم يبقى عندي خبرات في، أنا مدرب كورة، أنا بتعامل مع كل الأجواء. يعني انا مثلا وقلت قبل كده جوارديولا لما بيروح الدوري الانجليزي بلاش، يعني معلش انا غصب عني بقول جوارديولا لانه مدرب طبعا او اي مدرب بيروح مثلا الدوري الانجليزي مش لازم عنده خبرات في الدوري الانجليزي، ساب الدوري الانجليزي راح الدوري الايطالي يبقى لازم عنده خبرات في الدوري الايطالي. يقول لك اصل الاجواء اصل الافريقيه. أنا يعني انا بتفق معاك في حاجات كتير جدا من ناحيه التدريب وكذا وكذا، كل ده امره منتهي، مفيش حاجه اسمها افريقيا واوروبا. لكن انا بامل من الجهاز المعاون، الجهاز الاداري المعاون للسويسري ريني، ان هو يحيط بكل التفاصيل الدقيقه بما يعانيه الفريق في سفرياته من ناحيه درجه الحراره والملاعب وسوء الملاعب والحاجات دي كلها. عشان لا، ما هو احيانا ممكن جدا الاجواء مختلفه تماما في افريقيا عن اوروبا. انت راجل بتلعب في درجه حراره هناك 18 و20 وكلام من ده، انت في افريقيا بتلعب تحت 40 و50 و45 و42 و43 وامطار وحاجات زي كده. لابد دي هي دي الظروف اللي انا بقول لحضرتك عليها. لا انا بتكلم التجربه الافريقيه، بتكلم من الناحيه الفنيه. لا ماشي، الناحيه الفنيه مفيش خلاف، حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه. انا بتكلم دلوقتي، حضرتك بتتكلم دلوقتي في درجه الحراره، في الحاجات اللي هي ترجع للعيب اكتر. لكن انا كمدرب اكيد هتعامل، انا عندي ادواتي للعيبه اللي هي المفروض عارفه الاجواء دي بقى خلاص. عارفه الاجواء، لكن بس انا لازم اجهزها صح. بالظبط. يعني لازم الجهاز مدرب الاحمال برضو يبقى عارف القصص دي كلها طبعاً. ويبقى طبعا بالتاكيد هو طبعا ده راجل دارس، لكن جديده عليه اجواء افريقيا. فشيء طبيعي احنا بناخد الاحتياطات اللازمه، بنقول عشان احنا بنبدا موسم جديد ان شاء الله كانو سبورت تكون بدايه جيده جدا للاهلي، ان هو يقدر يحقق نتيجه كويسه جدا، ويقدر المدرب واللاعبين بالتاكيد يقدموا اوراق اعتمادهم في اول مباراه، بيقولوا ان احنا نفتتح موسم ان شاء الله هيكون جيد جدا وهيكون عامر بالبطولات وعامر بالالقاب، وننزع التخوفات اللي موجوده لدى جمهور الاهلي. معلش جمهور الاهلي معذور بعض الشيء، لان هو برضه عايز مدرب فوق الطموحات بتاعه الجماهير. أكيد. فشيء طبيعي لابد تحصل نوع من انواع هذا الشغل الصغير الجماهير، ان هي خلي فريقها وعايزه فريقها احسن فريق في العالم ومعاهم احسن مدرب في العالم، حقهم طبعا. تمام. لكن انا بتكلم، اصل انا سمعت برضو في خلال اليومين اللي قبل تولي فايلر المسؤوليه الفنيه، سمعت برضو اصل انا رحنا مش عارف فايلر وحد مش عارف فايلر ما عندوش سيره ذاتيه، ما عندوش سي في، لقيته افشل سي في. يا جماعه بلاش نتكلم على السي في، لو قعدنا ندور على سيفيات بعض محدش هيشتغل. طبعا. والله العظيم طبعًا. يعني مثلا بلاش حد بالعلاقه بالكره، عشان ما نقولش ان احنا بنوصل او بنقول كلام على حد يعني، بس لازم اقول هو لازم يعني. انا مثلا اعرف ناس بتشتغل في الكوره ما عندهاش سيفيهات كوره خالص، ومسؤولين يعني ما عندهاش سيفيهات كوره. انا على فكره اشتغل السي في يا استاذ محمد، دايما بقول عليه هو مقياس لما قبل تولي المهمه. ايوه. انا يعني مثلا بلاش حضر، انا كعبد الحميد حسن كنت بلعب مثلا في امبي. ايوه. السي في بتاعي في امبي انا كنت بجيب اجوال ومش عارف بعمل ايه يعني، ما حققتش بطولات مع امبي. انا رحت مثلا نادي بترول اسيوط. ايوه. انا كنت ناجح مع امبي، لكن مش معنى نجاح مع امبي ان انا هنجح مع بترول اسيوط، او ان انا هنجح مع الاهلي، او ان انا هنجح مع الاتحاد، او ان انا هنجح مع اي فريق اروح. بالظبط. لكن هو مقياس لما قبل تولي المهمه. بالظبط. بعد المهمه بقى دي بتاعت ربنا وبتاعت اجتهادك وبتاعت الظروف وبتاعت العناصر وبتاعت ادوات النجاح، حاجات كتير جدا جدا. تمام. لكن انا السي في احكم عليه اللي بعد كده؟ لا 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 لا، لا هو احنا يعني برضو الصحافه ساهمت بدور، او وسائل الاعلام بصفه عامه ساهمت في خلق نوع من انواع التحفز للمدرب الجديد، ان هو مدرب عالمي وكذا وكذا، ومش يعني برضو يعني رغم ان لجنه التخطيط كانت
يعني متكتمة على الأمور وأنها بتفوض إيه وعارفة هي بتعمل إيه أصلا، إلا أنه صحف أطلقت الـ يعني الأسماء كتير جدا وأنه طموحات وأنه مبالغ مالية وكلام. فده كله ده يعني تيجي في الآخر وتجيب مدرب مش يعني زي حضرتك بتقول كده مش عنده سيرة ذاتية قوية جدا. ما انت اصل كل النهارده كل جماهير الاهلي وهي بتختار عايزه تختار مدرب زي جوزيه اللي خد 10 بطولات او 12 او 15 بطوله للاهلي. مستر مانويل جالك من غير سي في، وهو جالك الله ينور عليك ومشي بسي في قوي جدا وما نجحش بعد كده، وبعد كده راح انجولا، راح مدرب لمنتخب انجولا وهي بتنظم كاس افريقيا وما قدرش يعمل. هل هو بقى مدرب وحش؟ مستر مانويل مدرب وحش؟ لا طبعا، هو السي في مش مقياس. لا طبعا، ما هو طبعا مش مقياس، لكن الاجواء هنا نجحته وخليته يعمل كل هذه البطولات وما قدرش ينجح في حته ثانيه. يعني فعشان كده مش هي كل حاجه، احنا عايزين نثق في اداره الاهلي، نثق في لجنه التخطيط بالتاكيد، بنثق في لعيبه الاهلي، بنثق في الجهاز الفني، والثقه اللي خدها دي كلها أكيد. على مدار الاربع ايام والخمس ايام الاخيره دي بتؤكد انه تفهم كافه الضغوط اللي حواليه، تفهم ان ده جاي على فريق بطولات لا يرضى بغير بطولات، تفهم عنده حماسه شديده جدا ان هو يغير من طريقه اداء اللاعبين، يغير من بالظبط. مدرب مش شبعان، مش جاي حاطط رجل على رجل وانا جاي النادي الاهلي يعني انا نازل بقى المستوى الدوري المصري، لا مدرب عايز طبعا، مدرب عايز طبعًا. لكن انا بوضح بصرف النظر عن فايلر استاذ محمد، او بصرف النظر انا بوضح على ازاي نختار وازاي يبقى عندنا عناصر نحطها قدامنا نختار عليها. السي في مش عمره ما كان مقياس، بالتأكيد عمره ما كان مقياس. ده احنا كده لو قلنا سيفيهات هنقضي على شباب كتير جدا، الشباب يقعد بقى ما يشتغلش مثلا لانه ما عندوش لا سيفيهات قبل كده ولا خبرات قبل كده، فموضوع بصراحه صعب جدا. انا ادور على اغلبيه المدربين اللي بيعملوا في مصر كلهم اشتغلوا في افريقيا ومحدش فيهم خد دوري ابطال مرتين ثلاثه ولا بتكلم من ده، يعني ما عندهمش. انا بتكلم في المجالات عموما يا استاذ محمد، اكيد حضرتك طبعا اكتر من ما عندهمش ايضا اصلا، يعني كل المدربين او الغالبيه العظمى المدربين اللي اشتغلوا في مصر ما خدوش بطولات في افريقيا على مستوى جامد قوي. خلينا نبعد عن الكوره. حضرتك عندك في الجورنال حضرتك الشباب اللي بتيجي تشتغل، تقول له هات لي السي في بتاعك قبل كده ايه مش هتشغلهم، هتقول له هات لي خبراتك قبل كده ايه مش هتشغلهم. لكن طبعا هتقولوا لي طب ايه لازمه السي في؟ ده سؤال، ايه لازمه السي في؟ عايز اعرف مؤهلاته ايه؟ عايز اعرف دراساته ايه؟ عايز اعرف شخصيته ايه؟ عايز اعرف طرقه ايه بالزبط. في كده يعني ده القصه بالزبط. ممكن جدا تحكم عليه من خلال موسم واحد بالظبط. هيبقى عندي حاجه للشخص ده باك جراوند، يعني حاجه اعرفه بيها، بس مش عمرها ما هتكون دليل انه هينجح بعد كده، لانه تقييم ليه انه هينجح او يفشل تقييم في مكان لكن طبعًا. فيما بعد استحاله، محدش عارف الظروف هتبقى شكلها ايه والاوراق اللي معاه شكلها ايه بالظبط. عشان كده يا جماعه عشان كده بقى نقول بقى يعني ما كتير انا رايي في العدد بيعدوا لي المدربين. مورينيو اول ما اشتغل وبعد ما بقى مورينيو راح فين وفشل مع مين؟ فشل مع فرق كبيره جدا بالظبط، وقاعد كتير اسماء كبيره جدا جدا لكن في العموم السي في، ومش عايزين بقى نسمع حد بصراحه. انا ما رضيتش اتكلم في الايام اللي فاتت عشان كان في كلام كتير جدا اللي يقول لك اصل انا رحت ولقيت السي في بتاعه فاشل ذريع. يا جماعه لو قعدت ابص لك مش هلاقي عندك سي في، معلش يعني، لكن انت ممكن تنجح بعد كده هسقف لك، لكن انا احكم عليك ان انت بقى عندك سي في، انت ما حد اساسا ما اشتغلتش دكتور اصلا قبل كده، فبلاش موضوع السي في ده عشان هيدخل حاجات كتير جدا جدا تمام. لكن شفتها يعني جماهير الاهلي تلقائيه قوي وطيبين قوي، وهم عايزين اهم حاجه يشوف الاهلي، هم يموتوا ويشوفوا الاهلي احسن نادي في الدنيا بالزبط. يموتوا ويشوفوا النادي الاهلي عنده احسن مدرب في الدنيا، احسن مجلس اداره في الدنيا، والحمد لله عندنا الحمد لله رب. لكن هم طيبين قوي، فدايما ايه اول ما يشوفوا رؤوس الاخبار ده الاهلي جاب مدرب ما عندوش سي في يزعلوا، بيحصل نوع من انواع الصدمه بالتاكيد. فدي كانت حاجه مش عايز اقول ممنهجه بصراحه، بس يعني شفتها لا كتير. هو كتير. هو كانت ممنهجه ليه؟ لان احنا النهارده في ظل الضغوط الرهيبه من السوشيال ميديا على دماغات الناس كلها، فممكن جدا تخلي الاخ يكره اخوه عشان خاطر عمل حاجه مش كويسه، واخد بال حضرتك؟ فانت لما تبص تلقى في هجمه
على مدرب الاهلي قبل ما يجي وقبل ما يخش المؤتمر الصحفي وقبل مجرد ما تعلن اسمه ويبقى في هجمه شديده عليه كده، فانت لازم تعذر الجمهور او المشجع الاهلاوي المنتمي جدا اللي بيبقى غيور على النادي اللي بيحبه، لانه في اتعرض لضغط رهيب جدا في وقت قياسي بصراحة. وبيشككوه في كل حاجه حصلت، وبيشككوه في الاختيار، وبيشككوه في قدرات المدرب، وبيشككوه حتى في قرارات اداره النادي، كل حاجه واخد بال حضرتك كل حاجه. فيما هو كده فانت لازم تعذره، لان مهما كان المشجع الاهلي زي اي مشجع، غالبيه العظمى منهم ناس بسطاء جدا جدا جدا، بيحبوا كره القدم، بيحبوا ناديهم، كل مشجعين الكوره اهلي زمالك ماتوا عشان ناديهم، يعني مش هنقول ان هم طبقه مثقفه والمفترض ان هي تعي، لا 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 لا، جمهور ده جمهور كبير جدا، فعشان كده لابد ان احنا نعذر الجمهور. وعلى فكره ما مرت مجرد ظهور المدرب في المؤتمر الصحفي ومجرد ما اجاب على بعض الاسئله اصبح نوع من انواع الاطمئنان راحت لنفوس الجماهير خالص، والكل بدا يعلن مساندته ومؤازرته للمدرب والاداره في المهمه الجديده، خلاص انتهت الموضوع. الجماهير انا بقول الجماهير هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تحط تحتها خط احمر فعلا، يعني الجماهير بصراحه حاجة جميلة جدا وحاجة تستاهل كل الاحترام، وهم مش غيورين، هم عدوا المرحلة دي، أهلي زمالك أيا كان ماتوا عشان أنديتهم. واسمح لي أقول إن احنا برضو بنهني جماهير اسكندرية كلها، جماهير الأهلي في اسكندرية، على الخبر الظريف الجميل اللي أنا سمعته في بداية الحلقة بتاعت حضرتك، إنه هيبقى إن شاء الله يبقى في فرع كبير جدا للنادي الأهلي في الاسكندرية. جماهير الأهلي في اسكندرية برضو تحتاج لمثل هذا الصرح، ان شاء الله يبقى صرح كبير اعتقد، فشيء جميل جدا انه بنبص لكل مكان يبقى الاهلي موجود. يا رب يا رب ان شاء الله تكون خطوه فعلا، خطوه جميله قوي. اسكندريه مدينه كبيره جدا طبعًا، وفيها اهلاويه زي ما فيها طبعا يعني مشجعين لموت عشان سيد البلد، سيد البلد، اتحاد سيد البلد. الاتحاد الافريقي، نروح نقطه ثانيه استاذ احمد، الاتحاد الافريقي بعت جواب لازم او بعت خطاب بضروره تسويه الاوضاع الماليه للانديه يعني قبل سحب الرخصة الأفريقية. جميل، ده هو طبعا المفترض انه الاهلي طبعا يعني الاهلي بعيد عن الاهلي بعيد عن الموضوع، لانه يعني ده بيتعامل بالشياكه، الاهلي بيتعامل مع لاعبيه، يعني اي لاعب جه الاهلي ومشي بيتقام له حفل تكريم، يعني مش هيبقى مستحقاته الماليه فيها مشكله، ده انت بيقام للحفل تكريم الراجل اللي راح مع كارترون، يعني لغايه دلوقتي بيتكلم عن حفاوه الاهلي بيه وهو ماشي مش هو جاي، يعني واخد بالك اللي هو كوليبالي طبعا. فشيء طبيعي النهارده الاهلي بره القصه دي كلها، لكن هو عايزين نقول ان ده منشور بيعممه اتحاد الكوره، الاتحاد الافريقي على الانديه، على كل الانديه مش على الانديه المصريه بس، لا كل الانديه اللي عندها مشاكل تلحق تسوي نفسها، والا مش هتلعب في افريقيا، يعني هتسحب، مش هتسحب رخصتك، لا انت هتمنع من اللعب لانك لازم تسوي، لان القصه اصبحت زادت عن الحد قوي. يعني النهارده لما تروح المحكمه الرياضيه يبقى فيها مثلا من مصر 20 30 قضيه خاصه بمستحقات لاعبين لانديه مصريه بصرف النظر عن اسم النادي، وديها سنه واثنين وثلاثه، لدرجه ان بعض اللاعبين يعني لاعب توكل على الله وفارق الدنيا ولم ياخذ مستحقاته مثلا، ولا هو حكم من المحكمه الرياضيه، واخد بال حضرتك؟ فالاتحاد الافريقي بيحط الكلام ده النهارده، كل الناس بدات تحس بمشاكل الكبيره دي، فبيبدا يحط قواعد، زي ما انت مش من حقك تقيد لاعب في اتحاد كره القدم وهو ليه مشاكل معاك، فهو الاتحاد الافريقي بيعمل كده، قبل ما نبدا الموسم بنقول يا جماعه 30 سبتمبر اخر موعد لسداد المستحقات والغاء، يعني قفل القضايا اللي اتقفلت من الاتحاد الدولي دي يبقى لازم نسويها، والا حضرتك مش هتبقى معانا فريق بينافس في البطولات الافريقيه. تمام. شيء طبيعي جدا جدا، ولازم وعلينا ان احنا من لا نكابر ولا ناخد بقى اجراءات وبتاع ونطعن ومش عارف ايه ونماطل في الحاجات دي، لان هتيجي بتضرر على الانديه. الاتحاد الافريقي ما بيهزرش، مش هو الاتحاد المصري معلش في سابق عهده،
الاتحاد المصري كان ممكن جدا يقول لك ايه، وقف قيد الانديه، وقف قيد اللاعبين الجدد لانديه كذا وكذا وكذا وكذا، وتيجي تاني يوم تلقى بيقيد اللعيبه كلها. هل هم دفعوا المستحقات بتاعه اللعيبه؟ انا اعرف لعيبه في انديه كتيره جدا جدا كانت في الزمالك وفي الاسماعيلي وكذا وكذا بدون ذكر اسماء، ليهم فلوس، ليهم فلوس لغايه النهارده بالزبط. لغايه النهارده واتحاد الكره قال ان هو هيوقف القيد بتاع الانديه دي. يعني بصراحه ما ينفعش تعدي سنه غير لما تكون كل المشاكل الماليه تحديدا اللعيب تنتهي. ودي ودي اتحاد محلي، اتحاد افريقي، اتحاد لابد دوري. لابد خلاص، لان دي حقوق ناس، وناس طبعًا تعبت، وناس طبعًا يمكن معاها ما ضربتكش على ايدك عشان تتعاقد معايا. اتعاقد معايا بالظبط، بصراحه ده كلامك مظبوط، ده كلامك مظبوط. خلينا نشوف من وجهه نظر حضرتك التحديات اللي ممكن تقابل النادي الاهلي السنه اللي جايه او السنه اللي احنا فيها. بالتاكيد الموسم اللي احنا بالتاكيد احنا زي ما قلنا النهارده، احنا بنبدا الموسم النهارده، ما بداناش يعني دور ال 16 دور ال 64 انا مش بنظر ليه ولا بقيم عليه النادي الاهلي أكيد. في موسم جديد ولا الكلام ده اطلاقا نهائيا. النهارده وقبل 10 ايام او قبل 9 ايام من اول مباراه في دور ال 32 الاهلي بيبدا التحدي الحقيقي. التحدي الحقيقي مش انك تاخد بطوله الدوري، لان دي قضية مفروغ منها وبطولة مفضلة، احنا عارفين قصتها ازاي وعارفين الاهلي بيتعامل معها ازاي، ما فيش اي مشكلة. التحدي الحقيقي هو دوري ابطال افريقيا، التحدي الحقيقي دوري ابطال افريقيا. بدون هذه المنافسة على لقب دوري ابطال افريقيا يعتبر الاهلي ما عملش حاجة، يبقى هو الاهلي مش هو الاهلي اللي عودنا على ان هو ينافس على البطولات. فانا اعتقد ان ده من دور ال 32 لابد انه الاهلي يترجم الاصرار على الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا ترجمه حقيقيه من خلال اداء قوي جدا جدا في دور 32، ما يستهينش باي فريق من هنا ورايح. تمام. قاعده الفوز خارج الارض او الفوز على الارض والتعادل خارج الارض دي قاعده مرفوضه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بالتحديد. النهارده الاهلي من 2013 غايب عن منصه التتويج بتاع دوري ابطال افريقيا، وان الاوان ان الاهلي يعود لبطولاته المفضله زي هيها بالظبط زي دوري الاهلي صاحب الرقم القياسي، ولا يعقل باي حال من الاحوال ان هو يبدا يفضل بعيد رغم التطور الكبير جدا في مستويات الانديه الافريقيه. فشيء طبيعي ان التحدي الاول للاهلي هو دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ده رقم واحد باذن الله، وانا ده رقم واحد. انا بتفق مع الجماهير كلها نفسها في كده، بكل طبعا جماهير وإدارة، واعتقد ان اداره الاهلي تعي تماما متطلبات الجماهير وعارفه ان هذا الكلام ما فيهش هزار بقى خلاص. والنجوم اللي هم تعاقد معهم الاهلي او الموجودين اصلا يعلمون تمام العلم ان الهدف الرئيسي هو دوري ابطال افريقيا ولانه في الاخر بيوصلنا زي ما حضرتك بتقول لكاس العالم الأندية اللي الأهلي يجي في يوم من الأيام كان ثالث كأس العالم الأندية، فما ينفعش إن هو يفضل بعيد عن البطولتين دول. تمام. سمعنا عن تنظيم الدوري يتم إسناده لشركات أجنبية أو ممكن يتم إسناده لشركات أجنبية تنظم البطولة، أنت مع الاتجاه ده ولا ضده؟ لا طبعا انا ضد الاتجاه ده اصلا، يعني لانه انا سمعت برضو لجنه حكام اجنبيه والاستعانه بخبرات حكام اجنبيه. مش احنا بقى كلنا كل لا ما ينفعش ما ينفعش اصلا. انت يعني اذا كنت انا يعني اذا كان هذا فكر اللجنه المؤقته فبنقول له شاكرين جدا، انت جاي تسير اعمال كلها بوطنيين زي لا الفول. انت جاي تسير اعمال، ما ينفعش ان انت تحط تقول هجيب لجنه من بره عشان تدير الدوري وبقى. لا انت ممكن تستعين بوسائل تكنولوجيه، اوكي ممكن تستعين بحاجات ماشي، تستعين بخبرات الدوريات الاوروبيه في تنظيم مسابقات ماشي اوكي، لانك انك تجيب لجنه احترافيه وتديها فلوس وتقعد امال احنا عشرات الشباب اللي هم بنعدهم والكلام من ده نوديهم فين؟ ما نشغلهمش، نعدهم الناس الكوادر في المجال الرياضي. واحنا مرينا بتجربه طبعا. ما عندك هو ايه المشكله؟ انت ما انت كان عندك فعلا تجربه، وانا سعيد جدا قليله جدا بان انت بدات تختار ناس من اللي هم كانوا في التجربه دي. فما ينفعش انت النهارده تيجي تضرب كرسي، انت بتعمل بالونه اختبار وبتقول انا هجيب ادارات محترفه من بره عشان تدير. اذا كنت بتعمل بالونه اختبار بالونه اختبار فاشله ومحدش هيكون معاك فيها، ما ينفعش. هم قالوا ينفعش. هو اللجنه الخماسيه اللي عينت يا استاذ محمد قالوا انتوا ما تاخدوش الاخبار غير من على لساننا. جميل. رئيس اللجنه او المتحدث الرسمي باسم اللجنه. جميل قوي جميل قوي.
فهل هم صرحوا بكده فعليا ولا برضو دي اخبار متناثره؟ دي حاجات بص اقول لحضرتك ولا حاجات بنرميها هم زي بقول لحضرتك بيعملوا بالونات اختبار كده يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي وبتاع. ممكن نكون ظالمينهم يا صاحبي. نعم يمكن نكون ظالمينهم. ما هو ممكن يكون ظالمينهم بس انا بعتقد ان هم مقصرين في حق انفسهم اولا. لا هنتكلم فيها هنتكلم فيها تحديدا لما نروح لها. تمام لكن ممكن يكون مظلوم فعلا ان في حاجات بتتقال واخد بال حضرتك بس ما فيش عندنا في الصحافه والاعلام والكده ان الشائعه دائما وابدا بيبقى لها جزء من الصحه. يعني ما ينفعش ان انا كجورنان اطلع اقول انه اتجاه في اتحاد الكره للاستعانه باداره اجنبيه لاداره مفيش نار من غير دخان. حضرتك عايز تقول لازم لابد ان يبقى فيه جزء من الصحه في الخبر ايا كان هذا المصدر اللي قال هذا الكلام اذا كان بيقصد بيه انه فعلا في حاجه حقيقيه بتتم او في مجرد تسريب عشان خاطر نشوف ردود افعال الناس ايه ولا كلام من ده او شغل الراي العام بموضوعات تانية عشان خاطر في موضوعات اهم مش عايزين نتطرق اليها دلوقتي وبتاع وكلام من ده فبنشغلهم بحاجه تانية. ففي كل الاحوال يجب على انه لما تكون موجود ليها برضو ليها كلمه في اتحاد الكوره وهي اللي طلبت بمدير فني وطني الدوله طبعا فاكيد هم لا. كمان احنا كدوله مش هنقبل ان احنا نجيب برضو لجنه حكام لا ده انا عايز اقول لحضرتك انا عايز اقول مع احترامي الكامل مع احترامي الكامل للجنه الخماسيه اللي موجوده هي موجوده شكلا لكن الدوله كلها بتضع ملف كره القدم واتحاد كره القدم في أولوية كبيرة جدا جدا وهي التي بتحط الخطوط العريضة للجنة عشان خاطر نمشي عليها مش تدخل حكومة ولا حاجة لا دي مصلحة الكرة المصرية أصلا تطوير المسابقات والتطوير وإن أنت تنقي كل مكان في اتحاد الكرة في السنوات الماضية ده شغل دولة اللجنة مع احترامي ليه الشديد ليها بتعرض على الفيفا ما تم من خطوات عشان خاطر الجو الانتخابي اللي هيحصل بعد كده ويبقى ما فيش تدخل حكومي والكلام من ده ماشي ده في الانتخابات والديمقراطية لكن انك تصلح حال الكرة المصرية من الجذري بداية من منتخبات بتهتم بيها بتدور على مدير فني وطني عشان خاطر دي مهمة عايز ترجح مسابقاتك عايز تعمل الحاجات دي كلها بميكروسكوب فشيء طبيعي مع ان احنا الخيارات اللي قدامنا مش كتير مش 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 يعني مش مش ده عبء بنلقي على اللجنه لا ده الدوله مهتمه بهذا الامر وبتدعم اللجنه الخماسيه عشان تسير في هذا الاتجاه. طب حد يطول ما ينفعش حد يطول طالما الدوله كده يبقى في ظهري دوله بتدعمني بالظبط يعني فما ينفعش ابدا ان طب انت متفائل ولا مش متفائل؟ انا متفائل ان الدوله بتساند اللجنه لكن انا يعني عايز اللجنه يبقى لها دور فعلا بمعنى اصح انت النهارده يفصلك عن الموعد اللي كان معلن عن الدوري 15 يوم صح يعني كنا بنقول هيعلن الدوري هيبدا 19 سبتمبر هم طلعوا قالوا ما طلعوش قالوا الدوري هيبدا امتى هم كل اللي قالوه ان هناك احتمالات لتاجيل السوبر المصري حتى ما حددوش الميعاد خلينا عشان نبقى بس ايه يعني نتكلم برضو بلسان الناس هم تمام. طلعوا قالوا هو قال يا جماعه خدوا مني الخبر انا تمام. كرئيس لجنه او المتحدث الرسمي تمام. هم طلعوا وصرحوا ان الدوري هيبدا يوم كذا لا يبقى ده هو ده استنى لغايه امتى ما احنا يعني انا استنى يعني حضرتك معلش يعني انا هفضل انا قاعد بعمل ايه انا مفترض ان انا عندي اول حاجه في الاجنده بتاعتي عشان خاطر اسير الاعمال مش عشان خاطر ابتكر حاجات لا اول حاجه تمام بعيدا عن اللائحه كمان خلي بال حضرتك اللائحه دي موال تاني اول حاجه ان انا احدد مواعيد مواويل مش احدد مواعيد المسابقات بتاعتي تمام. احدد مواعيد المسابقات اتنين اجراء القرعه اللي هو بتقول عليها تقام المسابقه الرئيسيه اللي عندي ما حددتش انا لما عاد القسم الثاني هيبقى 12 ولا 16 ولا 14 ولا غير كده كلام من ده خالص نهائيا كل ما في الامر ان انا لغيت القرار اللي كان اتخذه المدير التنفيذي السابق بتاع دوره الطرديه وكلام من ده ماشي عشان كده 1 سبتمبر وانت بتاخد القرار قبلها بيومين وخلاص وتفك لا
خد القرار وقول بقى خلاص انا عندي 3 مجموعات، كل مجموعه 12 اهي الفرقه اهي القرعه بتاعتها هتبقى كذا، الدوري هيبدا كذا هيخلص كذا، ولا يكونوا لجنه فنيه تكون هي تطلع القرارات دي تكون ادرى منهم بكتير. طب ما تكون، انا قلت انا ما حشوش انا ما حشش لجنه ان هي تعمل هذا الكلام، بس لازم تبقى انت واضح على اكتافها، يعني عبء شويه. ماشي اوكي، بس انت الانديه النهارده منتظره ان تحدد لها ميعاد الدوري، أندية القسم الثاني اللي هي 12 في 3 ب 36 نادي منتظرة تعرف موعد الانطلاق المسابقة بتاعتهم امتى، مش عارفة، وفي ناس تانية عايزة تعرف هي مجموعتها تبقى 12 ولا 16 ولا 14 ولا ايه بالظبط، طب النظام الصعود ايه ونظام الهبوط ايه ونظام السنة الجاية ايه، ومفيش اي حاجة من الكلام ده. طيب اللجنة النهاردة معينة دي لها اكتر من 15 يوم، ما الذي اتخذته في الموضوع؟ بتيجي عند استاذ محمد قليل 15 يوم والله. لا استنى معلش، قليل جدا، ده انت عمال بتقول لي حاجات كتير جدا. عندهم قسم، عندهم دوري ممتاز وجدول دوري ممتاز، وعندهم دوري قسم تاني وقسم تالت، وعندهم ان انا سيستم اتحاد الكره من اول وجديد، ان انا سير اعمال، برضه 15 يوم قليلين. 15 يوم قليل، المفترض هم كمان هم لا. مش هم امبارح كنت بتكلم برضه في القصه دي، لفت نظر حضرتك لحاجه، هم مش داخلين باجنده، الناس داخله معينه، يعني ما فيش انتخابات، فهم داخلين بمشروع، فالناس هم تعالوا يا جماعه تولوا تسيير اداره الاتحاد، تمام، او تسيير الاتحاد كويس، او تسيير اعمال الاتحاد كويس، فالناس جايين اصلا مش بمشروع، هم المفروض يفكروا بقى ويقرروا ويطلعوا قرارات في 15 يوم. اقعد ليل ونهار اشتغل على القصه دي، والا هسير سلحفاء، معناها ان انت مش هتقيم الدوري النهارده، مش هتعمله في اول مارس، هتعمله في اكتوبر بقى، خلاص مش هتعمله في اول سبتمبر 19 سبتمبر، يبقى خليها اول اكتوبر، لا خليها نص اكتوبر بقى، عمال ما اللجنه تدرس وتشوف وتعين رئيس مسابقات وتعين مش عارف ايه وبتاع وكلام، لازم الاول يستعينوا بلجان يا اسامه، ما هم لازم بلجان. كان الكلام ده يعني انت النهارده في الوقت اللي انت اعلنت فيه استقاله عامر حسين، كان مفترض البديل موجود يعلن في نفس الجلسة، البديل للجنة المسابقات هو فلان الفلاني، احنا اخترناه خلاص، يبدأ فلان الفلاني يحط اجندته، يقول انا جايب اجندة اهي، انا عندي دوري هعمل كذا، هعمل القرعة بتاعت الدوري يوم كذا، هعمل الاول الدوري ينطلق يوم كذا، الاسبوع الاول كذا، التاني كذا، في توقفات كذا، يبقى الناس جاية جاهزة، لان انت بس هو مش جاي جاهز، مش جاهز، هو عين، لا ما هو عين، ما هو مفترض، بس هو قبل ما يعين ب 15 يوم كان عنده علم برضو انه هيعين، وان اسمه مطروح، وان اسمه راح للفيفا عشان خاطر فيفا توافق، ولما جت لجنه الفيفا في نص الطريق قعدت معاه وقعدت معاهم وقالت لهم انتوا هتصيروا لا ما ينفعش، اصل انا بتكلم على، انت بتكلم على على دوري بيتكلم 3 مليار جنيه النهارده من انتقالات ولاعيبه وملاعب واستعداد واجهزه. يعني انا 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 مش بختلف معاك بس في جزئيه، انا معاك والله جدا وانا متحمس جدا، لكن انا بختلف في جزئيه ان انا اكون بس التاني ده ان انا اطلع حاجه كويسه قوي تليق بينا احنا بقى، يعني لو هم متاخرين شويه بس يكونوا بجهزوا فعلا لمشروع كبير طبعا، فانا معاهم. لا هو قصه مش محتاجه مشروع، انا مش بعمل مشروع، انا مش بعمل مشروع، انا عندي دوري وعندي 18 نادي معروفين، 3 صعدوا وفي الباقيين موجودين، وعايز اعمل لهم جدول، عايز اعمل قرعه، هي ايه المشكله؟ هو انت عايز حضرتك تفهمني ان ده مشروع ضخم جدا ومش هيقدروا يعملوه في 10 ايام؟ ما ينفعش، لا اصل انا مش، اصل انت النهارده ساكت وقاعد، ممكن واحد منهم من الاعضاء الموقرين وانا بحترمهم كلهم وبحبهم كلهم يطلع ويبقى في حديث في التلفزيون لمده ساعتين او 3 ساعات وفي الاخر ما لقاش قال حاجه، يعني انا طلعت اقول لك لو سالتني سؤال مين مدرب منتخب، اقول لك والله قد يكون حسن شحاته، قد يكون حسام بدري، قد يكون حسام حسن، انا عايز عايزين بقى. طب هو لما اكون انا المسؤول الاول على اللجنه دي او احد المسؤولين وارجع واطلع اقول انه ممكن كذا وممكن يكون شاب وممكن يكون، ايه الفرق بينه وبينه؟ انا هديك دقيقتين تفكر في اسم مدير فني منتخب مصر بعد ما نطلع فاصل. طيب اتفضل، نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع المتالق الاستاذ محمد صادق. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومعايا النجم الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه، وكنا في حوار ساخن قبل الفاصل عن دور اللجنه الخماسيه وتعيين المدير الفني المصري هيكون مين، وعندنا اسماء مطروحه 3-4 اسماء. تمام، ولا حضرتك شايف اكتر؟ هو خلاص هو محصوره في 3-4 اسماء من اول ما بدانا نقول المدرب وطني. طب لو قلت حضرتك اسم هتقول مين؟ ما تقوليش بقى ممكن ده وممكن لا ده لا وممكن لا انا ده. مش هقول لحضرتك ممكن ده وممكن ده، لان هم اصلا بيلعبوا الاعلام، يقول لك يجي مره تطلع لك التسريبه حسن شحاته رقم واحد لغايه دلوقتي في الصوره، لا 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 اسهمه نزلت يبقى حسام البدري، لا لا لا. انا اعتقد واعتقادي قد يصل الى 90% ان حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر. تعتقد ولا حضرتك عايز؟ لا. طب حضرتك عايز مين؟ لا، فرق بين التوجه بتاع الدوله مش بتاع اللجنه الخماسيه، لان اللجنه الخماسيه مش هي اللي هتختار المدرب الوطني. تمام. المدرب الوطني لابد ان يكون فيه ناس من خلف الستار بيختاروا وبيحطوا مواصفات وعايزينه. تمام. تمام؟ تمام. الدوله تحتاج مدرب وطني له شخصيه قويه جدا وشاب في نفس الوقت. جميل قوي. واخد بال حضرتك، وله تجارب قويه وله الحاجات دي كلها، واحد سنده استنى حضرتك بقى، اتكلمت في نقطه مهمه جدا. طبعا. في حكايه شاب دي، الناس كبرت على فكره. ما هو خلاص يعني حسام حسن كبر، شاب بين الموجودين. كنت بتكلم مع كابتن شاب بين المطروحين، كنت بتكلم مع كابتن معاذ انا حاسس في موضوع شاب ده، قال لي يا ميدو لو يعني دلوقتي احنا داخلين على 50 طبعا، فايه ايه هنمسك امتى وناخد فرصنا امتى، وكل اصل هو صغير لسه يا جماعه، احنا مش صغيرين. لا ما هو انت اي مدرب النهارده في الدوري المصري اقل سن ليه 45 سنه، حتى ايهاب جلال 45 42 بكتير خالص يعني، وميدو 42 42 سنه. تمام، واخد بقى او 40 سنه لسه، لا ميدو لسه او 39 كده دخل على الاربعينات. تمام، لكن احنا بنتكلم على مدرب لمنتخب مصر، مش حكايه شاب فقط لا غير، لا يعني عنده شاب. طب يعني انا كنت بتتوقع مين انا؟ الطبيعي واللي هو مفترض يتم انه الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر. ليه طبيعي؟ ليه؟ لما له من شخصية قوية. تمام. بما له من خبرات في التدريب مع النادي الأهلي، وراجل خد بطولة أفريقيا، عمل إنجازات كويسة جدا، بما له من قدرة على يعني السيطرة على الأمور بمعنى أصح. تمام؟ ما حدش يقول لي أنت استبعدت كابتن حسن شحاتة ليه ولا الكلام من ده خالص. لا خالص، لا انا ممكن لا. لا انا ممكن ارد عليك رد يعني ممكن ارد عليك رد حضرتك، ممكن الجماهير تقول لك يعني او تساله لك، لما انا اكون مدرب او مدير فني بعشق التدريب وعندي كده، وبعد كده اسيب التدريب شويه واشتغل في ناحيه اداريه، طب انا لا الموضوع برضو كابتن حسام البدري ما راحش الناحيه الاداريه وقعد فيها 3 4 5 6 سنين. تمام، ده هو سنه واحده بس يعني كابتن حسام لو اتعرض عليه يقبل يرجع تاني للناحيه الفنيه؟ طبعا، وهو والا ما كانش يقدم استقالته من الناحيه الاداريه اللي كان شغال فيها، ومحدش قال له قدم استقالته، هو قدم استقالته على انه تلقى بعض الاتصالات ان هو من الممكن يكون مرشح لتدريب منتخب مصر. طب وكابتن حسام حسن لا ليه؟ قول لي برضو الفروقات هي صغيره. كابتن مين؟ كابتن حسام حسن. لا انا ما قلتش كابتن حسام حسن، انا بقول لحضرتك ان هو من المرشح، يعني المرشح الثاني بالنسبه لك. بالنسبه لي انا ليه؟ شخصيا ليه الفروقات؟ الفروقات انه حسام حسن بيتميز برضه بالشخصيه القويه، بعيدا عن القصه بتاعه ان العصبيه والكلام ده، العصبيه وان هو ممكن جدا ينفر اللاعبين والحاجات دي كلها، لما واحد يقعد على بالزبط. على مقعد المسؤوليه ولما يكون في 100 عين بتتابعه وبتقول له لا ومنتخب مصر بقى كمان، ده انت منتخب مصر، سمعه منتخب مصر بالزبط. اي نوع من انواع النرفزه والحساسيات والكلام العصبيات ده مش مطلوب تماما، واخد بال حضرتك، ويما يتعهد قدام ناس كبيره ومحترمه وبتجيبه وتقول له احنا حاطين الثقه فيك، بس لازم تكون على قدر الثقه، بالتاكيد هيبقى سلوكياته هتختلف. هو مش حكايه تعهد كمان يا استاذ محمد، يعني حلو الكلام بصراحه، مش حكايه تعهد، حكايه ان انا كحسام حسن، انا عارف طبعا كابتن حسام حسن عارف جواه توهج دائم ومفيش ما شاء الله، فهو بيتمنى ان هو يمسك منتخب مصر، فاكيد لما تجيله البتاع دي هيمسك فيها، دي فرصه العمر، ده فرصه العمر بالنسبه له. هو كمان لما بيركز قوي بيطلع منه حاجات حلوه قوي،
يعني الناس غير ان هو الناس مفهومه من حسام حسن او مفهومه عن حسام حسن ان هو مدرب عنده روح وعنده وهيحمس لعيبه. لا هو فنياته كمان عنده فنيات بالظبط عنده فنيات وعملها مع منتخب الاردن عملها مع مع المصري عملها مع الاتحاد عملها مع الفرق اللي يقدر مسكن. ويقدر يعمل ويقدر يعمل طالما هيلقى دعم وهيلقى اوراق عنده في الملعب. يعني هو كان بيغزل زي بيقولوا برجله حمارة في 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 المصري وقدر يعمل فرقه كويسه جدا بالزبط. وعملت نتائج هايله بالزبط. وعملت نتائج هايله بالروح وايضا بالفكر برضو. ما هو لازم يكون عنده فكر. ده لاعب دولي كبير وكان هداف لمنتخب مصر والحاجات دي كلها. فشيء طبيعي انه حسام حسن مع الاتجاه العام للدوله ان هي تدي الفرص للشباب من المرشحين يعني على الوش. لازم ياخد فرصه يعني لازم وحان الوقت انه ياخد فرصه صراحة. وحان الوقت انه ياخد فرصه. داخل 50 سنه متهيألي. تمام بس انه حسام حسن داخل في ال 50 داخل في ال 50 اغسطس 66 طيب فالنهارده يعني عنده 48 سنه 47 سنه. لا حسام حسن لا اكبر من كده. ايوه اكبر من كده 47 سنه. لا اغسطس 66 2016 ثلاث سنين زي اكبر من كده عموما. بس هو ما شاء الله. عشان انا بس بقول ايه مش حكايه هو سنه. انا بقول يا جماعه لا بقى يعني ايه هيفضل امتى ياخد فرصه امتى وهو مش شباب يعني خلاص احنا عدينا مرحله الشباب يا جماعه. ما تقولوش اصل لسه العمر جاي له لسه الوقت جاي له. لازم ندعم ونسند وبرده تحط الكاريزما بتاعه المدرب ضمن الحسابات طبعا وانت بتحطها ان هو يقدر يجمع الجماهير على اختلاف جماهير المنتخب سواء اهلي او زمالك. كل اقول لك على حاجه مع منتخب مصر كل حاجه بتتنسى. لا كل الناس بتحب حسام حسن بس بنقعد نقول لا حسام ما ينفعش حسام والناس بتشتمه. اول ما يشوفوا حسام حسن كله بيحبه واول ما بيحقق انجاز الناس كلها بتشيد بيه على طول مهما كان وجهه النظر وجهه اختلافات حوله وحول شخصيته. انا عارف ان هو 53 مش عايز اقول 53 ما هو 53 خلاص معنا حسبناها ما هو 68 ثلاث سنين يبقى 53 بس هو ما هو قال الاستاذ محمد قال ان هو 66 يبقى 53 بس انا حسبتها بالنص 10 اغسطس حسام حسن كان حلم كل اللعيبه بالتاكيد كان بدي كمان روح لكل اللعيبه كل اللي حواليه وكل اللي بيتفرجوا عليه. بصراحه كان حاجه جميله جدا. اتمنى بصرف النظر عن الكابتن حسام حسن انا اتمنى ان احنا ندي فرصه للشباب يا استاذ محمد. يعني مش شباب والله ما شباب 53 سنه. لا ما خلصت 53 سنه يا استاذ محمد متخيل يعني بس هو يعني عشان خاطر بس هو موجود في مجال التدريب بديله اكتر من 10 سنين فمفيش مشكله. ده النهارده خلاص 10 سنين كويسين جدا على طول الخبرات اللازمه اللي هو يعرف لاعيبه مصر منتخب بس ندي الدعم يا استاذ محمد. وهو هيلقى دعم اكتر من موجود دلوقتي. الدوله كلها بتساند. ده الدوله هي اللي قال المدرب الوطني بالظبط. هو في اكتر من كده دعم. ده اجمل حاجه واخد بال حضرتك. وبالمناسبه برضو فضل. هيبقى فيه برضو الدوله تضع سقف لمرتب المدرب المنتخب الوطني. ما بتكلم في كده يعني احنا كنا بنجيب مدير الفني الاجنبي كوبر لسه خسران اهوت من فلسطين من فلسطين 3 2 2 انا كنت عايز واخد بال حضرتك يعني الحاجه دي كمان يعني دي مهمه جدا ان انت تضع سقف للمدربين ما ينفعش ان المدرب يخش ياخد مليون جنيه في الشهر يعني هو مدرب منتخب او ياخد 750 الف جنيه مدرب منتخب. واخد بال حضرتك هيبقى فيه حد سقف لاجور المدربين مش مدرب المنتخب الوطني بس لا جميع المدربين في اتحاد كره القدم. وهتحط كده اسعار حلوه محطوطه واللي عايز يتفضل يخدم بلده يخدم بهذا المرتب يا رب ويخدم بهذا المرتب. عشان القصص بتاعت المجاملات والفساد اللي كان موجود ان انت تجيب مدرب عشان صاحبك وصديقك وبيسهر معاك في الكافيه ولا مش عارف ايه والكلام من ده وتديله مرتب تديله 120 الف جنيه وهو ما بيعملش حاجه ده انتهى خلاص. مدرب مساعد في منتخب مصر الشباب مدرب مساعد منتخب الناشئين مش عارف ايه مدرب حراس مرمى وتلقى محفظه قد كده مرتبات وضجيج بلا طحين او بلا طحن خالص نهائيا على مستوى انا بتكلم على مستوى المنتخبات ككل يعني. تمام في شيء طبيعي اتكلمنا على السيره الذاتيه للناس ونسينا نتكلم على هيكتور كوبر واجير بيمتلكوا سيره ذاتيه اهو مدرب يعني بعد كده ما فيش وجه هنا وعمل مع منتخب مصر وصل كاس عالم والحاجات دي كلها. ده جاب لنا القلب يا استاذ محمد مش عايزين نتكلم. ده جاب للناس كتير القلب طبعا شيء طبيعي كنا بنكسب ومع ذلك
كنا بنتوقع ان اللي جاي هيبقى افضل منه، جه اسخن منه واسوأ منه وتدبيسه ما حصلتش يعني، واخد بال حضرتك؟ فشيء طبيعي، شيء طبيعي. احنا مش في اجواء، في اجواء ده الانتقاء هو قدر فيه. هنا جه في مصر لقي كل حاجه مهيئه، لقي نجوم كبار يقدر يضمهم المنتخب ويعمل بيهم انجازه، حط خطته، حط شخصيته، عمل بصمته، قدر يمشي السفينه تمشي معاه، وقدرنا نوصل كاس عالم خدمتنا. اي نعم الظروف ان ما كانش غانا في حالتها الطبيعيه، فشيء طبيعي ان احنا تصدرنا مجموعتنا وطلعنا كاس العالم. ده انا بعتقد كده لو كان اي مدرب تاني مكان كوبر كان هيعمل الانجاز بتاعك، ولو كان مدرب وطني برضه كان هيعمل، ولو ما كان من غير مدرب، لان اصلا زي ما بقول لحضرتك طالما انت كان اسهل بطوله افريقيا ناخدها، وكانت اسهل بطوله افريقيا كان ممكن ناخدها قدام الكاميرون هناك في الجابون 2017. لك اصلا مدرب دفاع، مدرب دفاع. انا قعدت اقول يا جماعه ده احنا كل الاجوان اللي بتيجي فينا اخطاء دفاعيه، لو تفتكروا الجون اللي جه فينا في الفاينل، الراجل اللي استلم على صدره في وسط اثنين مدافعين وحط الكره جون. وكل اهدافنا اللي جت فرص مرتده، هجمات مرتده عن طريق محمد صلاح وتريزيجيه. يعني حضرتك بتقول حسام حسن مدرب منتخب مصر بنسبه كام؟ بنسبه 90%. مش هتعلى شويه النسبه؟ ما تعلى شويه يعني ولا؟ ما هو لا، ما انت 10% بقى تانيه، دي حاجات تانيه، دي ممكن تبقى حاجات تانيه للظروف الخارجيه. لكن هو ده تقريبا كده. وبرضه يا اما هتبقى كلمتين اتنين دعم هتلقى الدنيا اختلفت تماما، وهتلقى فيه روح، وهتلقى فيه مسانده رهيبه جدا أكيد. جدا كابتن حسام حسن اكيد. طب في راي بيقول الكابتن حسن شحاته مستشار فني ومعاه الكابتن حسام حسن مدير فني، او معاه بلاش ايا كان، يعني هو الكابتن حسن شحاته يبقى مستشار فني عشان نستفيد من خبراته. فانا بقول يا جماعه طب ما احنا لازم نجيب، يعني يبقى في تناغم بين الدماغين، المستشار الفني والمدير الفني. حضرتك بتؤمن بالقصه دي ولا؟ شوف هو بقى طبعا الكلام ده طرح من اول يوم، طرح في اسم الكابتن حسن شحاته مدير فني، تمام، واخد بال حضرتك؟ هي طبعا اسلوب الموائمات والطرديات دي مفترض يخرج من الموضوع. جميل، الله خالص نهائيا. يعني الكابتن حسن شحاتة أدى أداء رائع وعظيم جدا مع منتخب مصر ومع جيل رائع جدا، وحقق 3 بطولات ولا في الأحلام، ما فيش حد يحلم بيهم أبدا في أفريقيا، وأدى يعني دور كويس جدا جدا. لكن إن أنا النهاردة عشان مش أجيبه مدير فني لازم أراضيه وأخليه مستشار فني لاتحاد كرة القدم، أو أخليه المدير الفني لاتحاد كرة القدم، ما ينفعش. أنت بتأسس لمرحلة جديدة، أنت عايز مدير فني على مستوى عالي، مع كل الاحترام لكل الناس اللي مسكت منصب مدير فني، أنت محتاج شخصية كبيرة جدا تكون على مستوى محمود الجوهري الله يرحمه، يبقى مدير فني اتحاد كرة القدم، ويبقى معاه لجنة مدربين تخطط. مين يبقى مدير فني الاتحاد الكرة؟ لا بقى ده ما احنا مش لجنة الخماسية تدور بقى وتجيب. طب ما تقولي من وجهة نظرك. لا تجيب شخصيات في كتير جدا. قولي مثلا 3 4 أسماء. هو انت النهارده ما هو انا عشان تجيب لازم تبص تشوف تاريخه هو في إدارة القصة دي. يعني عبد المنعم الحاج، اللي هو عبد المنعم الحاج ربنا يديله كل الصحة، يبقى كان في رئيس لجنة مدربين في فترة من فترات، تمام، والاتحاد كرة القدم. أنا ما بستعينش في خيرات ليه، الدكتور عمرو أبو المجد ما كان في يوم من الأيام هو المسؤول عن اختيار المدربين في المنتخب، وبعد كده عشان خاطر هو بدأ يحط قواعد ويحط لوائح ويحط أسس على الاختيار المدربين، راحوا زحلقينه في أول محطة، قالوا مشكلين أنت توجع دماغنا، إحنا عايزين نجيب فلان وعلان للمنتخبات أصدقائنا وحبايبنا، فأنت كده بتحط لنا قواعد وبتحط لنا حدود معينة وبتحط لنا نقاط عشان نختار عليها. لا ما ينفعش، ما كانش ينفع. فعمرو ابو مجد من الشخصيات اللي ممكن جدا يدير قصه المدربين. انا ما بتكلمش على مدير فني اتحاد كره القدم، ممكن يبقى مدير فني اتحاد كره القدم، بس لازم ان احنا ندور برضه، وهتلقى في شباب تاني موجودين يقدر يساعدوه في نفس الاتجاه ده، بالدراسات بالعلم بالحاجات دي كلها، بس ادور ما اقفلش دماغي. النهارده الكابتن محمود سعد دي له 6 7 سنين مع احترامي الشديد ليه مدير فني اتحاد كره القدم، ماذا قدم؟ ما فيش اي حاجه خالص نهائيا. طب ما يمكن الراجل قدم والناس ما كانتش بتسمع. ما ينفع. هو تحول من ان هو رجل اكاديمي ودارس وكان ممكن جدا يبقى عنده خطط وعنده ابتكارات وعنده حاجات كويسه جدا في النهوض بقطاع الناشئين والقطاع ودوري القطاعات ودوري بطولات الجمهوريه وكلام من ده، الى موظف في الاتحاد.
ليه سلبوه خصوصاته كلها ماشي اوكي، لكن برضو لازم كان يبقى لازم يقول يا جماعه انا عايز اعمل خصوصاتي. واخبار 7 سنين من عمره كدكتور في التربيه الرياضيه وعنده اسس وعنده لاعب دولي قبل كده وحاجات زي كده، ولكن ما عملش حاجه ومخلص جدا في شغله ومخلص جدا. انا ما بقولش ما بشكش في الكلام ده بقوله خالص، لكن هو كان مين ينجح، كان مين ينجح في الاجواء اللي فاتت دي؟ ما كانش حد ينجح لانه كانت بتدار، بس لازم اعتذر يعني اللي شايف بالحب. ان الدنيا مقفوله يقول يا جماعه شكرا، كانت بتدار بالحب يعني القصص كلها كانت بتدار. انت النهارده بتاسس لحاجه دي. طب حضرتك مع الراي اللي بيقول لو انا شايف الدنيا مقفولة وان انا بقدم دايما اقتراحات وبقدم ارائي وبقدم مشاريعي وهم بياخدوها بيرموها في الزبالة، بتكلم معاك بصراحة امشي ولا افضل قاعد؟ يمكن لا، هو طبعا هيتصطدم بقصة اديني حاجز مكان لحد نضيف. هو يعني يقول في نفسه كده اديني حاجز مكان لحد نضيف. ما هو يعني غالبا وابدا النظر المادية هي اللي بتتحكم. انا بكون قاعد وباخد في المكان ده مبلغ قد كده، مش هسيبه بقى خلاص، ومحرين بقى خلاص محرين. انا بقدم اللي عليا وبرضه ربنا وبقدم اقتراحات ودراسات ومحدش بينفذ خلاص، ما انا وانا ده رزقي ورزق عيالي شغال، ايه هقطعه ليه؟ لكن طيب. لكن لو هو عنده مكان تاني يقدر يروح وينفذ فيه، اما المفترض يقدم استقالته ويروح المكان التاني ده تمام على طول، ما يترددش لانه ده اسمه في الاخر. تمام اسمه. تمام. تعال نروح، عايز تتكلم في حاجه ثانيه في اللجنه الخماسيه؟ عايز اتكلم اقول انه على اتحاد اللجنه المؤقته دي بسرعه كده، يعني عليها واجبات محدده ولازم انها تكون واضحه. لما تطلع لنا بجدول صغير كده هو تقول ان شاء الله باذن الله قرعه الدوري هتعمل يوم 10 سبتمبر خلاص في الحته الفلانيه، نمره 2 الدوري سينطلق يوم 19. ما خايفين يورطوا. انا لو مكانه انا مش هقول خبر او مش هقول قرار غير لما اكون انا فعلا هنفذه وعارف اوله من اخره ايه. يعني انا كده بورط نفسي قدام انا هفضل لغايه امتى؟ يعني انا بعمل هذا الجدول وبتاعه، حتى لو جيت غيرته في وقت في وقت معين يعني هيبقى التغيير بسيط جدا. احنا يوم مش عايزين بقى كده يا استاذ محمد. طيب. مش عايزين نرجع نغير. هو انا لما اطلع النهارده لو غير للاحسن ماشي. طيب. لكن مش نغير عشان نرضي اطراف بقى والفيلم القديم. لما اطلع النهارده واقول ان انا بأعلن انه يوم 15 سبتمبر هعلن اسم المدير الفني لمنتخب مصر، يبقى انا عندي 10 ايام بدرس وبدور ومحص وباخد القرار. ايه المشكله؟ هي مش صعبه. إيه المشكلة؟ هي مش صعبه عموما، كل الامور دي سهله جدا. دي تحديدا هي مش صعبه ان انا اختار اسم المدير الفني. ما نسيبش الناس كده يعني. احنا انا مش بتكلم برضو على انك تعلن اسم مدرب وما تعلنوش، وحدد اليوم اللي هتعلن فيه. ايه المشكله يا متى؟ ولا كمان لازم الاختيار بسرعه لان احنا عندنا ارتباطات. انت يبقى انت معنى ذلك ان انت شغال وعندك وقت مرتبط بيه، يبقى هتنجز في الوقت ده. يعني تبقى عارف ان انت مضغوط تحت الوقت يبقى هتنجز. لكن طول ما انت سايبها سبهلله كده محدش هينجز حاجه خالص. يقول لك لا والله ده احنا اجلنا جلسه مجلس اداره عشان في احد الاعضاء لسه بيصيف. خلاص اوكي. طب وانا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ طب نروح المصيف كلنا ناخد الكوره. انا استفدت ايه؟ طب وانا الكوره هتستفاد ايه؟ انت في فرق عندك، انت في فرق عندك مرتبطه. طيب. كل الانديه مرتبطه بمواعيد مش قادره. عارف مش قادرة. عارف احنا المفروض ندوس في حته ايه يا استاذ محمد؟ اتفضل. مع احترامي طبعا لكل ارائك، ندوس في حته ان احنا لازم نكون متصربعين جدا ان احنا نكون لجان مختصه باختيار بقى المدير الفني، باختيار الدوري، تشكل الدوري ايه. اعمل لجان، اعمل لجان والناس تشتغل واخد انا متنفس لنفسي وانا اتابع وابقى باين قدام الراي العام. انا بص انا جبت لكم لجان هم متخصصين اهو. ده كلام المفروض يعملوه بسرعه. ده كلام مظبوط. ده كلام ده هو ده اللي بنقول عليه انه يستعين وبعدين ويفكر في اللجان المحترفه. يفكر في اللجان المحترفه بمعنى اصح ان انا مش هجيب حد متطوع عشان يدير لجنه المسابقات لازم اديله اجره عشان يقعد يشتغل بالليل على جدول المسابقات. انا شايف ان الكل لازم ياخد اجر عشان ما نطلعش نقول احنا بنشتغل من غير اجر. لا لا لا, لا, لا بالظبط كده. لا بتاخد وهي اللجنه اصلا بتاخد اجر يعني زي ما انت عارف يعني. احنا بناخد من الطريقه غير مباشره. لا واللجنه نفسها بتاخد اجر من الفيفا خلاص. يعني ما كنتش معانا مؤخرا بقول له كل واحد بياخد اجر من الفيفا كده. فيبقى نشتغل بقى نشتغل عشان خاطر نحل المشكله. وبرضو من ضمن الحاجات المطلوب حسمها انه لابد ان يكون في علاقه محترمه وعلاقه احترام وود متبادل ما بين اللجنه المؤقته الخماسيه ولا تتعالى على اعضاء الجمعيه العموميه. ودي قضيه خطيره جدا جدا. دي قضيه خطيره ونار تحت الهشيم. بمعنى اصح انت عندك جمعيه عموميه في اكتر من 79 نادي غاضبين للغايه انه محدش بيعبرهم وهم حاسين
ان اللائحه بتاعه اتحاد كره القدم اللي بتتعمل حاليا وهتعتمد من الفيفا هتسحبهم من الدوري او من الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم وترميهم بره. ما ينفعش، لازم حتى وان كان هيحصل نوع من انواع تنقيه الجمعيه العموميه يبقى لازم الناس دي كلها تبقى على علم، ولا بد وان يؤخذ رايهم، خاصه ان هم النهارده اصبحوا نوع متكتل بمعنى صح في لجنه من الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه برضو عليها برضو يعني عليها ملاحظات في السابق كتير جدا. لما نيجي النهارده لما كنا احنا بنهاجمها كانوا بيختاروا بناء على يعني برضو يعني خلينا نتكلم برضو يا محمد في الصحه او في المصلحه العامه. احنا الجمعيه العموميه اختاروا اختيارات اصلا من الاول برضو محاباة وصحاب حلو قوي ولما كانوا بيختاروا كنا بنهاجمهم وبنقول جمعية الكباب والكفتة. النهاردة أصبح مين نوع؟ لا خلينا احنا على مدار السنين كنا بنقول كده لأن هم كانوا بيساق الرأي بتاعهم بيساق ماشي. النهاردة أصبح في ناس متنورة جدا وبتبحث عن حقوقها، نديهم الحق ده ولا نحبطهم ونقول لهم لا انتوا مالكوش اراء وانتوا كنتوا بتوع كباب وكفته وخليكم يعني بلاش الكلمه دي لا معلش ما احنا متحفظين لا ده احنا بنتكلم في اللي فات عموما وعايزين اللي جاي يبقى احسن بكتير. عايزين انا بقول ان اللجنه كل اللي بقوله ان اللجنه لابد ان تكون على علاقه طيبه بجميع اعضاء الجمعيه العموميه لان هم دول في الاخر برضو هم اللي بيشكلوا عصب الكره المصريه مهما كان. تعال نروح لملف تاني. اتفضل. الكابتن جمال الغندور وتعيينه رئيس لجنة الحكام شفتها ازاي؟ انا شايف ان ده من افضل القرارات اللي اتخذت كل مجتمع ده افضل القرارات. جميل. عشان خاطر عدة امور. اولا لابد وان يكون اللي هو مسؤول عن اللجنة شخصية قيادية قوية له قوية بيخافش. مقنع جدا جدا ما بيخافش أيوة. ويبقى يقدر يسيطر حتى على أعضاء اللجنة اللي معاه ويعرف يرد كويس يعرف يتكلم يعرف يحط يحط يقيم يحاول يقيم العدل بين حكامه يحاول يصحح الأخطاء اللي بتحصل أول بأول صاحب قرار وله رؤية وده من أفضل القرارات اللي خدتها اللجنة وأعتقد إن هو ده ما يعني ما فيش قرارات تاني غير هو وتعيين حسام الزناتي رئيسا مديرا للجنه المسابقات. شايف تعيينه ازاي؟ شايف تعيينه انا ده ما انا ما اقدرش احكم عليه. ده شاب بقى شاب صغير عنده 27 28 سنه 27 ماشي سنة. اوكي ممكن يكون عنده فكر كويس ممكن جدا مش هنقدر نحكم عليه الا لما يحط لنا جدول مسابقات ويحترم هذا الجدول ويبقى جميل. عنده افكار تبادليه ان النهارده الاهلي رايح غينيا الاستوائيه فعشان خاطر كده يبقى عامل حسابه ان في يومين طيران وفي كذا يبقى حاطط موعد بديل تاني عشان خاطر يبقى في مرونه في التغيير بدون ضغوط من حد بدون ضغوط ان انت تاجل لي ماتش او انت تبوظ جدول الدوري عشان ترضي الاهلي او ترضي الزمالك. فده ممكن جدا يبقى تجربه ناجحه جدا جدا وممكن يكون وجه جديد في عالم المسابقات فاحنا ننتظر منه ان هو ان شاء الله يحقق النجاح. هو كان طلع قريت خبر ان الانديه اللي نزلت طلع لها قرار باين محكمه ان هي ترجع تاني وهتكلم معاك في صحه القرار ده وايه الظروف اللي احنا هنشوفها في الدوري اللي جاي بس اعتقد طبعا الكلام ده مش هيحصل لان اسوان وطنطا واف سي مصر خلاص بقوا في الدوري الممتاز طبعا نتكلم عليه بعد الفاصل لو سيبك تريح شويه كمان اتفضل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع المتالق الاستاذ محمد صادق. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني استاذ محمد كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ان الفرق اللي نزلت درجه ثانيه خدت حكم المحكمه انها ترجع تاني دوري ممتاز كان ايه الدوافع بتاعتهم؟ لا هو طبعا اولا هو مركز التسويه والتحكيم او التحكيم والتسويه مش مشكله تمام مش حكم محكمه دي نمره واحد. نمره اثنين هو استندوا على او المركز التسويه استند على عدم تكافؤ الفرص يعني حاجه كده هلاميه بمعنى صح تمام. اول الانديه الثلاثه انهت الدوري
لعبت كل مبارياتها، لم تنسحب من مباراه واحده ولا كلام من ده، ادت مبارياتها في ظروف طبيعيه وفي امام منافسين في الدوري والكلام من ده كله. خلصت القصه، يعني خلصت القصه. اي كلام يقال بعد كده عن عدم تكافؤ الفرص والكلام من ده، ده كان اثناء البطوله ممكن تقوله، بتحتاج تعمل تتظلم لجنه تظلمات الحاجات دي كلها. والاهلي قال والله يا زحمه، الاهلي قال والاهلي قال كتير لازم كذا، وعشان تكافؤ الفرص لازم نعمل كذا وكلام من ده، ورغم ذلك ما حدش سمع. خلاص الموضوع خلص. اما التهديد باللجوء للفيفا عشان خاطر انفذ هذا الحكم، مفيش فرق هبطت في الدوري ورجعت تاني على مستوى العالم كله خالص نهائيا. والفيفا اما هتشكيله بقصه زي كده، هيقول لك الاتحاد المصري هو يرد على الشكوى دي، وهو المختص باداره مسابقاته، وان مفيش اي حاجه. الحاله الوحيده اللي ممكن يبقى فيها نوع من انواع فرقه تهبط وفرقه تطلع مكانها والكلام من ده، لما يكون في تلاعب مالي او اختلاء او رشاوي او كذا او كذا، او في حقائق وقائع هي بتسند هذا الكلام. فعشان كده احنا بنقول برضو ان القصه دي هي قصه شغلت الراي العام بدون اي نتائج، ومش ممكن ابدا اتحاد الكره هيضغط هيرضخ ويعمل الدوري بدل ما هو 18 يعمله 21 بريء، او يعمله مجموعتين. لا، نوع كلام الترضيه ده ما اصبح مش هو مجاله في الوقت الحالي. تمام، بالتاكيد. تمام، يعني تمام. شايف شكل الفرق الدوري الممتاز في ظل صعود اسوان وطنطا واف سي مصر؟ تعالى نتكلم عن اسوان وطنطا واف سي مصر وسداداتهم، وهل هيجاروا الصفقات اللي بتحصل دلوقتي في كل الفرق والتدعيمات والارقام؟ يعني بالتأكيد فريق أسوان من أكثر المظلومين في الثلاثة دول بالتحديد، يعني لأنه بعد المسافات وعدم وجود ميزانية أصلا، والناس بتحاول بقدر الإمكان تعمل معسكر في القاهرة عشان تتدرب وتجيب لعيبة. برضو يعني نقدر نقول بقايا اللاعبين الموجودين في الأندية الأخرى. طب احنا امتى هنهتم بالمدن اللي هي الجميلة قوي، اللي هي كمان بتعمل حاله من الحالات السياحيه كمان؟ مش هنهتم بيها الا اذا الاهتمام لازم يجي من جوه، من النادي نفسه. معنى صح. طب النادي نفسه يجيب منين؟ لا، هو عنده يقدر يعمل مشروعات ويقدر، والدوله ممكن تساعده. لازم يبقى فيه في رعاه بلد سياحي زي اسوان يعمل. لابد مجلس الاداره يسعى. انت مجلس اداره جاي تدير النادي اربع سنين، اسعى وهات رعاه، هات شركات كبيره. ما انت عندك، انت راجل نادي في بلد سياحي كبير جدا، الاقصر واسوان ما هو واحده، الاثنين مفيش اي مشكله. بالظبط. لازم تجيب رعاه قوي جدا عشان يساندوك. ما ينفعش يبقى الناس متطوعه او تساهم ببعض الفلوس عشان خاطر معسكر. لا، احنا عايزين رعاه للفرقه دي. يا اما يكون في رعاه حقيقيين زائد الجمهور بتاع النادي، هتقدر تصمد في الدوري الممتاز سنه واثنين. واسوان كان صامد وفي قبل ما يهبط. عايزين يصمد بقى ويصمد ويرجع تاني ينزل. بالظبط، اخبار حضرتك. فاذا ما كانش في شركات ترعى والشركات تدعم والحاجات دي كلها، مش هيقدر يستمر. طب تفتكر الرعاه بعدوا ليه عن اسوان وعن لان ما حدش بيوضح لهم، يعني ما فيش سعي كويس جدا ان انت توضح اهميه الفريق واهميه المدينه واهميه الموقع بتاع اسوان والحاجات دي كلها، وان انت لو دعمت الفرقه ورعيتها والكلام من ده ممكن بتعود عليك فوائد. ما حدش بيوضح هذه الصوره. زائد ان احنا برضو الشركات دايما بتدور على الاسماء الكبيره. انا اروح ارعى النادي الاهلي، اروح على الزمالك، انا برعى بلد سياحي. النظره دي لغايه دلوقتي عندنا لا، مش موجودة. هيقول لك طب ما هو البدرشين بلد سياحي، اروح على فريق البدرشين مثلا، يعني والجيزة، يعني واخد بال حضرتك؟ لا، مش هينفع. لازم يكون في تخطيط. التخطيط ان انت تعمل مشروع كبير، يعني مصر المقاصة شركة كبيرة جدا بتدعم نادي، وبقى لها فريق وبيلعب باسمها وبتحقق من مراده وموارد، وبيقدر من خلال علاقاته انه يجيب رعاه للنادي. أوكي. شيء طبيعي. فانت محتاج كده. ما هو مصر المقاصة محسوبه على الفيوم، والفيوم محسوبه على الصعيد، فشيء طبيعي كده. كان في تليفونات بني سويف، واخد بال حضرتك؟ لما كان في رعايه كويسه من الشركه للفريق، وصمد في الدوري الممتاز وقدم اداء كويس جدا. بالزبط. جدا جدا. وبعدين لما اتشالت الشركه، شالت ايديها عن الرعايه بتاع النادي، راح الفريق نزل للدرجه الثانيه. فشيء طبيعي. الماده النهارده هي اللي بتحكم. وبخصوص الماده، شيء طبيعي لازم دوري محترفين او رابطه دوري محترفين لازم يكون ليها مكان. تمام. فيبقى شكلها ايه في الدوري؟ طنطا انا شايف انه الشكل ان هي فرقه لا حول لها ولا قوه،
برضو صعدت للدوري الممتاز بعد موسم صعب جدا جدا، كان منافسات جامده، ما قدرتش تدعم حتى الان الفريق بتدعيمات موجوده لقصر ذات اليد. بالتاكيد ما فيش عندهم اوراق جامده، بيحاولوا ينحطوا في الصخر، يحاولوا ان هم يقدموا هيقدموا مستويات، يحاولوا بقدر الامكان ان يقدموا نتائج كويسه، لكن مش هينفع. ما ينفعش ان انت تغزل طول الدوري برجل، لا ما ينفعش. فشيء طبيعي جدا ان طنطا من الفرق اللي هي للاسف الشديد هتبقى مهدده من اول يوم بالهبوط. اف سي مصر، اف سي مصر بينطبق عليها نفس الكلام، الموارد بتاعه النادي لا تساعد. ما سمعتش انت عن تدعيمات قويه، او انا ما سمعتش، او انا بتابع كل الانتقالات موسم المركز الصيفي كله خلص، ما فيش صفقه قويه للنادي. اذا كان النادي فوش اثنين او ثلاثه او اربع نجوم يقدروا يشيلوه، يعني انت لو قيمت النجوم نجوم المستقبل الموسم الماضي كان تقدر تقول عنده ثلاث اربع لعيبه شايلينه، صلاح امين هداف، مش عارف بيقدر، مش عارف يجيب حصان، عصام الحضري يقف شويه، مش عارف الكلام من ده. عشان كده صمت شويه الحضري بالظبط، صمت شويه في الدوري ممتاز. وياما الناس دي خلاص ما فيش بدايل ليها، اي اصابه اي حاجه بتخرج الفرقه كلها من المنافسه، ويبقى بدل ما كان بينافس على البقاء بقى بينافس على الهروب من الهبوط، فشيء طبيعي انه يهبط في نهايه الموسم. فالثلاث فرق للاسف الشديد في ظل القحط الشديد اللي موجود فيه مهددين بالعوده مره اخرى، ويا رب يكون يعني توقعي ده يعني مش صحيح ويصمدوا في الدوري الممتاز ان شاء الله. تمام، اللاعب الشمال الافريقي والفلسطيني اعتبرناه خلاص لعيب مصري، ايه رايك في القصه دي؟ من اسوء القرارات من اسوء القرارات اللي اتخذت خالص. ليه؟ انت بتعمل علاقات مع شمال افريقيا على حساب اللاعب المصري، على حساب اللاعب المصري. طب ليه الدوري الانجليزي ما فكروش كده؟ طب ليه ما قالوش انا اخد، يعملوا ليه اللي ما يقولوا ناخد من اسبانيا، الاسبان دول الكره بتاعتهم قويه جدا، نعمل تبادل مثلا، يعني مثلا الدوري الانجليزي فتح عدد المحترفين عنده. ايوه ده احتراف كامل، ماشي مثلا احنا لا. بنقضي على اللعيبه الانجليزي، لا لا ده احتراف، ده هو عامل نظام احتراف كامل ولعبته بتحترف هنا وبتلعب وبتلعب بره وكل حاجه، ما فيش مشكله، ده عندهم احتراف كامل. يعني ما يكون انت عندك المستوى بتاع احتراف كامل، لكن انت اشمعني يعني من شمال افريقيا؟ اشمعني يعني؟ اشمعني؟ طب ليه ما خدتش من دول الخليج؟ ما دول الخليج فيها مواهب كتيره، طب ليه ما خدتش من واخبار حضرتك؟ يمكن هم ما رضيوش. لا مش حكايه ما رضيوش، انت بتعمل اتفاقيات عشان تبقى تحسن صورتك وتبقى علاقات ومش عارف ايه والكلام من ده. لا طب مش على حساب اعمل نظام يا سيدي، اعمل زي ما انت عايز علاقات وكل حاجه، قول انا عايز ثلاثه اجانب بشرط ان يكون واحد منهم شمال افريقيا، قول كده، قول صراحه كده. هو بقى اربعه اجانب بالاضافه لشمال افريقي وواحد فلسطيني وواحد سوري، ما ينفعش. انت مش هتعمل انديه متعدده الجنسيات عندك، بتفصل ده من سوريا عشان سوريا عندها مشاكل فيبقى ناخد من عندهم لاعب، واخد بال حضرتك، او فلسطين عندها مشاكل ناخد لاعب فلسطيني ببلاش او كده نديله الجنسيه كده على الورق في كره القدم. ما ينفعش الكلام ده، دي مش اداره كره قدم ابدا. انت بتعمل قوه متعدده الجنسيات في الانديه الدوري الممتاز، ما ينفعش. طب خلاص، طب ما تروح ما الكره في جنوب في 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 افريقيا، في افريقيا في الغرب الافريقي، غانا والكاميرون وبتاع وكلام من ده مستواهم عالي جدا جدا، ما تعمل الاتفاقيه دي معاهم، على الاقل هتجيب لعيبه جامده قوي وتستفيد منهم. يعني قرار بيقضي على يعني فرص اللاعب المصري في المنتخبات بالتاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك، وحلقه جميله، وان شاء الله باذن الله يعني كل التوفيق للنادي الاهلي العريق في افتتاح مشواره الافريقي ان شاء الله. يا رب يا رب، شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا كالعاده. الله يخليك، انا بشكرك جدا. استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه كان نجم هذه الفقره، بعد الفاصل هيكون معاكم النجمان الكبيران حسين شكري واحمد رضوان لاعبه فريق النادي الاهلي السابقين، ان شاء الله يكونوا مع زميل العزيز محمد سعيد. استمتع مع حضراتكم جدا واشوفكم على خير ومع الف سلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله في ختام هذا الاسبوع يوم الخميس، بالتاكيد حلقه فيها تفاصيل عن الحصاد وعن الذكريات وعن بعض الامور التفاصيل الفنيه داخل النادي الاهلي، او حتى اللاعبين السابقين اللي كان ليهم نصيب المشاركه والتواجد داخل جدران القلعه الحمراء في سنوات سابقه ومع اجيال مختلفه. حلقه النهارده بيجمعني فيها اثنين نجمين كانوا من لاعبي النادي الاهلي في فتره سابقه، الفتره كانت متعاقبه يعني فتره من 98 ل 2001 ثم من 2001 لغايه 2004، فبالتالي الفتره دي كانت فيها ختام موسم التسعينات بالفوز ببطولات الدوري العام ثم بدايه جيل جديد بتحضره للالفيه الجديده، الى ان وصلت الى تيم بالكامل حقق انجازات على مدار اكثر من 10 سنوات سواء محليا او افريقيا. فعشان نربط الاجيال ببعضها النهارده بيشرفني نجمين كبار جدا. ابدا الاول طبعا بالبدايه وبالاقدم ضمن طبعا التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي، وبنقول طبعا الاقدم سنا فبالتالي بيكون هو كابتن الفريق، كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي في الفتره من موسم 98 حتى موسم 2001 2002. كابتن حسين برحب بيك ومنور الدنيا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. ايضا في هذه الفقره بيشرفني نجم اخر كان ليه دور في فتره من الفترات، كان لاعب متميز جدا، انضم للنادي الاهلي في فتره وكان اسم كبير جدا في الدوري المصري، شغل مركز الظهير الايمن لولا الاصابه ابعدته الفتره عن النادي الاهلي، لكن ظل اسمه حتى هذه اللحظه الجمهور فاكره وعارفه، الكابتن احمد رضوان، تواجد في النادي الاهلي في الفتره من موسم 2001 حتى موسم 2004. كابتن رضوان منور الدنيا. اهلا بيك واول مره التقي بيكوا، يمكن بنجمع جيلين مع بعض في حاجه مميزه ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي مستمتع بهذه الحلقه ان شاء الله، تبقى حلقه كويسه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب ابدا بالكابتن حسين شكري. كابتن حسين طبعا انت ما لعبتش قدام، ما لعبتش مع كابتن رضوان في نفس التيم في الاهلي، لكن لعبتوا قصاد بعض. انا كنت الاول وبعد كده احمد. بس لعبنا ضد بعض يعني بقى قصاد بعض، لعبتوا قصاد بعض لما كنت في نادي ونادي الترسانة والقناة. بالظبط لعبنا ضد بعض. كانت الاجواء عامله ازاي ساعتها بقى والذكريات؟ لا لا والله بص دلوقتي بتعتبر من اجمل الايام بتاعت عمرك اللي انت وانت موجود فيها في الملعب، لان كان يعني كل حاجه كانت زي ما بنقول زمان كانت جميله، يعني الاخلاقيات كانت جميله، المهارات كانت جميله، الفرق الامكانيات بتاعت اللعيبه كانت كويسه، الالفه بين اللعيبه وبين بعضهم كانت كويسه. كل حاجه كانت كويسه، كان حتى المنافسه بتبقى على قد ما هي كانت بتبقى موجوده في الملعب انها تكاد تكون شرسه، واخد بال حضرتك، بس معظمنا كنا اصدقاء وكنا اصحاب، ولما كنا بنخرج من بره الملعب كان الامور خلاص انتهت، يعني ايا كان في الملعب ايه اللي حصل كانت الامور بعد كده هو كلنا اخوات وكلنا اصحاب. ودلوقتي يعني لما بنشوف، انا مبسوط جدا ان انا شفت احمد بقالي فتره طبعا طويله جدا ما شفتوش، ليا الشرف ان انا اكون معاه، لانه الناس برده من ضمن الناس اللي هي اللي كانت اخلاقيا كانت مميزه، غير ان هو لعيب طبعا كان كويس وكان لعيب محترم، اخلاقيا كمان كان معظم الناس اللي كانت في جيلنا كانت ناس اخلاقياتها كانت كويسه قوي. طيب كابتن رضوان، المواجهه المباشره مع كابتن حسين شكري طبعا انتوا ما جمعتوش في الاهلي زي ما كنا بنقول، لكن كابتن حسين في مواجهات مباشره في الدوري لما كان نادي الترسانه قدام كابتن رضوان. لا كابتن حسين كان حاجه يعني انا بتشرف طبعا ان انا موجود معاه طبعا. كان حاجه محترمه جدا، الفرقه كلها بتاعت الترسانه دي كان في الجيل ده، كان حاجه، كان تريكا وكان زغلول وكابتن حسين وهيثم فاروق يعني عبد الغفار دخل معاهم شويه في الاخر، مؤمن عبد الغفار قبل ما يجي كان عندنا في القناه برده، بس قبل ما يجي كان متقل الفرقه. لا كانوا فرقه، كان في حد من سوريا معاهم برده، مهند البوشي، مهند البوشي كانت فرقه محترمه، فرقه تعمل لها حساب زينا نفس الكلام. كنا احنا برده الفرق يعني احنا برده خدنا من حوالي 98 لغايه برده 2002 كده، برده القناه خد، واحنا خدنا رابع، خدنا ثالث مكرر في سنه، خدنا كاس الاتحاد في سنه، وكان حارس افريقي في الترسانه ملوش حل، جواو رافائيل. الموزمبيقي كان عندنا سي دي بي برضو احنا في الحته بتاعه الحراس دي برضو كانت حاجه كويسه. كنا لا كنا فرقه محترمه برضو، كنا عندنا العجوز لعب معانا شويه، كان حسين صلاح وحسن موسى، لا كنا فرقه محترمه جدا. تقريبا تقريبا كان في ماتش قبل نهائي كاس مصر 1-0 لو تفتكر، على ابراهيم استاد القاهره. كان ماتشات صعبه جدا، كان اهلي وترسانه، كان اهلي وقناه. السنه دي كان كابتن انور سلامه ماسكنا، واحنا السنه دي اللي خدنا فيها ثالث كنا احنا والاسماعيلي. كان معاكم هداف ملوش حل، كان شيرنو. السنه دي احنا حتى في الماتش ده حتى كابتن انور سلامه دخل لنا قبل الماتش وقال لنا هتكسبوا الماتش. يعني لسه مفكرني كابتن حسين الماتش ده، احنا الماتش صعب جدا على الاهلي جدا في استاد القاهره، والدنيا ماشيه في اتجاه ان احنا يعني ان شاء الله الماتش بتاعنا. وبعدين لقيت مصطفى كمال، كابتن مصطفى كمال لقيته طالع عندي في نص الملعب في هجمه مرتده للاهلي، راح حطها من فوق على ابراهيم. كان مصطفى كان بره خالص يعني، طبعا جون هايل
وانا بحبه على مستوى الثقافه يعني. كابتن مصطفى هاي بصراحه مدرب دلوقتي في المصري، لكن طلع بدري قوي يعني، كابتن علاء راح حطها له. كان السنه دي سنه كانت هايله بصراحه، كانت لينا كانت مباراه الاهلي وكانت مباراه صعبه جدا في استاد هيئه قناه السويس. السنه دي احنا لعبنا مع الزمالك ماتشين في الدوري وماتش في الكاس، كسبنا 3 مباريات زمالك. ثلاثة طلعناهم من الكاس، ولعبنا كان الماتش دوت كان اظن كان دور ال 16 كان الزمالك، وبعدين الماتش ده يعني كان قبل النهائي. القناه كسب الزمالك في الدوري رايح جاي 3 مرات وفي الكاس 3 مرات. تمام. خدنا في السنه دي كاس الاتحاد برضو، كنا احنا ودينا مزارع دينا كان لعبنا نهائي معاهم فخدناهم، وبعدين دخلوا مكاننا كنا المفروض نروح نلعب افريقيا في السنه ديت، ولعب مكان الاسماعيلي السنه دي. لا كان اجيال جيل محترم جدا في السنه يعني، في الاعوام دي كانت. واحنا حتى اتظلمنا يعني، احنا حتى كنا كمنتخب ان احنا كنا المفروض نروح منتخب، وكان كابتن جوهري اللي موجود ساعتها طبعا، الناس الكبار كانت لسه موجوده لسه ما بطلوش، فاحنا يعني كان كابتن ابراهيم كان لسه موجود، كان في ياسر رضوان، كان كابتن ياسر رضوان طبعا كان متالق في الوقت دوت وكان ماشي كويس قوي. احنا برضو اتظلمنا في الحته دي، لان احنا برضو كنا بنشتغل في حته او بنلعب في حته مش اعلاميه شويه، فكان السبوت ما كانش علينا. الدوري وقتها كان ما بيتذاعش كل المباريات زي دلوقتي، احنا كنا اللي كان اهلي وزمالك واسماعيلي ويعني شويه وخلاص بالظبط. وقتها غير كده محدش يعرفك يعني. احنا قعدنا يعني، حتى انا كنت قاعد لقاء قال لي انا جيت لك 3 سنين، انا بقالي 3 سنين بتفرج عليك. طب انا جاي للجزئيه دي عشان برضه عايزين نعرف انضمامك للاهلي جه ازاي. كابتن حسين لما جيت الاهلي انا عارف المركز بتاعك اتغير، بتلعب باك رايت، لعبت باك ليفت. باك ليفت؟ لا انا كنت باك ليفت او سيرد باك. لا يعني كنت اساسا ظهير ايسر ولعبت باك رايت. كان عمارة مسافر المانيا وكان عايزين حد في المكان دوت. طيب قدام الكابتن رضوان نفس المركز بتاعك لعبت الباك ليفت، ولا يعني كانت في مواجهات منكم مباشره على نفس الخط؟ لا المباراه اللي كان بيتكلم، المباراه دي كان كل واحد في مكان اللي كان بيتكلم فيها كابتن احمد، دي المباراه دي انا يعني من قوه فعلا فريق القناه احنا قعدنا اسبوع نحضر بشكل كبير جدا. كان احمد عجوز، كان كابتن احمد العجوز كان متالق في الفتره ديت، وانا اللي لعبت، انا اللي لعبت عليه، ما انت اللي مسكته عملش حاجه. كان سريع وجامد دريبلين بالكوره. لا كان تركيز، كان تركيز معاه عالي جدا، لان هو كان ليهم هم اسلوب بيلعبوا بيه ان هم بيحافظوا على الكوره بشكل كبير، حتى لو هم مضغوطين والكلام ده كله، اول ما بتتقطع الكوره كان هو بيعرف يهرب على الاطراف، ما كانش ثابت، كان بيهرب على اطراف الملعب سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فلو ما كنتش تركز معاه بشكل كبير جدا، لان هم كانوا بيقطعوا الكوره وبيلعبوا له على طول. ايوه بيلعبوا له الكوره على طول، مش هتلاقيه جنبك لو ما ركزتش معاه، هتلاقيه فجاه خد الكوره او هرب في المكان اللي انت واقف فيه. بالظبط كده. فالحمد لله دي من الاسباب اللي هي الحمد لله ان انا عملت ساعتها ماتش كويس جدا. حتى انا فاكر كابتن مختار قبلها باسبوع كان يعني مش في شبه حيره يعني مين اللي يلعب مع كابتن احمد عجوز، لكنه كان مكمن خطوره كبير لفرقه القناه. تمام. فاتفقنا في الاخر الحمد لله ان انا مسكته، والحمد لله عملت ماتش كويس، حتى هو كابتن مختار يعني اثنى عليا بعد المباراه الحمد لله رب العالمين. السنه دي خدنا فيها كاس مصر، لعبنا المحله في النهائي وكسبنا 2-0. كانت بطوله كاس. كاس مصر. كاس مصر. بالظبط كده. طيب يا جماعه طبعا انتوا بتتكلموا مع يعني او بتسمعوا نجوم كانوا في فترة ذهبية جدا في الدوري المصري، بتتكلم الترسانة والقناة، وكان مع الإسماعيلي والمقاولين كمان، والأهلي والزمالك، بتتكلم عن أندية شعبية وأندية، أنت بتتكلم مثلا في حدود حوالي من 6 لـ 8 أندية بتعمل مباريات كبيرة جدا، وكان الدوري وقتها رغم ما كانش بيتذاع بذا نفس الكثافة زي دلوقتي، لكن بتشوف مباريات حماسية وكان الكورة لها شكل مختلف. لكن النجمين اللي معايا كانوا نجوم كورة، لكن دلوقتي كمان في مشوارهم التدريبي راحوا في مشوار جديد ودخلوا في إدارة التدريب بشكل مختلف. كابتن أحمد رضوان اشتغل في التدريب واشتغل في تدريبات قطاع الناشئين خلال الفتره السابقه، وحاليا اعتقد كمان في نادي الاتصالات مدير فني في الدرجه الاولى اتصالات. بالظبط كده. الكابتن حسين شكري كمان ليه دور في قطاع الناشئين والاكاديميات في النادي الاهلي، وكان سبق وتواجد معنا في اكتر من حلقه. يعني الفتره القادمه ان شاء الله كمان عندنا نجمين ممكن باذن الله يكون لهم مستقبل كبير جدا في التدريب. لكن كابتن احمد ليه رحت للتدريب او ليه اشتغلت في قطاع الناشئين او حتى بعد كده اشتغلت درجه اولى في نادي الاتصالات؟ انا بطلت 2010 يعني، لما بطلت انا حاولت ابعد شويه عن موضوع المجال الكوره، ما عرفتش يعني، اشتغلت في كذا حاجه كده طبعا، الدنيا ما كانتش مظبوطه خالص، ولفيت ورجعت للي انا فاهمه يعني. هي القصه كلها ان انت ممكن تشتغل مدرب، بس احنا كجيل شويه بلغه الكوره كده احنا
مش 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 فاهمين كوره اكتر، لكن احنا مش عايز اقول كلمه على الهواء مش ظريفه، ولكن ممكن نبقى مدربين، ولكن عشان تبقى مدرب كويس لازم تشتغل نفسك كويس، لازم تتعلم كويس، لازم تقرا، لازم تشوف، لازم تاخد دورات، لازم. فلما انا اشتغلت في القصه انا حسيت ان انا لا انا عندي حاجه ممكن اقدر اعملها. يعني احنا كنا حتى الحته الاداريه دي كنا ممكن اشتغل فيها من بدري في حته كويسه وجوه نادي الاهلي وتعرض يعني، بس انا حسيت لا انا مش حاسس ان انا الحته الاداريه دي اقدر ادي فيها زي الفنيه يعني. المشوار بدا من الاتصالات على طول ولا كان في مراحل؟ لا انا اشتغلت في يعني انا ربنا كرمني كده بحد الحمد لله هو اللي ماسك دلوقتي المدير الفني للاكاديميات عندنا في نادي الاهلي اسمه كابتن عدنان عاشور. طبعا. فكابتن عدنان عاشور انا سبحان الله انا كنت هشتغل في السنه بتاعت 2011 دي في القطاع في المراعم عندنا في الاهلي. وبعدين حصل ظرف كده ان كابتن اسحاق هو اللي دخل وانا رحت اشتغلت في حته اسمها اكاديميه الفتره العربي دي في اسماعيليه. تمام. لان كان اسحاق كان هو اللي شغال هناك وانا رحت مكانه وهو جه مكاني يمكن في البراعم. وبالصدفه البحته بقى اتعرفت على كابتن عبد الوهاب اتعلمت برضو لما احنا بنبقى فاهمين كوره بس انت مش متعلم صح. مش قادر تعمل يعني ايه اسبوع تدريبي او اسبوعين او الاسبوع الثالث والرابع او بتخش ايه على ايه، لا فهمنا يعني ايه تدريب، يعني ايه تعمل وحده تدريبيه محترمه، يعني ايه تطلع بالهدف اللي انت عايزه، يعني ايه تمشي تدريجي في السنه، انت بتشتغل النهارده على لحظه ان انت مش معاك الكوره بتعمل ايه، معاك بعد كده الكوره بتعمل ايه. فبدانا نشتغل على اللحظات بتاعه المباراه ففهمنا يعني الواحد الحمد لله بصراحه يعني ربنا كرمني بكابتن عبد النبي. وبعدين اشتغلت في القناه شويه، اشتغلت في الجيش شويه، اشتغلت جيت برضو اشتغلت سنه في القطاع عندنا هنا في 2005. وبعدين اشتغلت بقى اتحركت على الاتصالات في الدرجه الاولى. درجه اولى. اشتغلت مدرب عام في ممتاز بي واشتغلت السنه اللي فاتت وان شاء الله السنه دي انا المدير الفني. وانا برضو مدير فني في الاكاديميه عندنا في فرع اسمه القطاميه. انا اللي ماسك مدير فني هناك. تمام. كابتن حسين اعتقد التجربه شبيهه لانك برضو موجود في قطاع ناشئين ومن خلال العمل برضو مع كابتن عبد النبي عاشور. اشتغلت انا اول من دخلني النادي الاهلي كان كابتن شاوي. كابتن شاوي عبد الشافي طبعا. لكل الاحترام والتقدير طبعا، راجل محترم جدا واستاذنا كلنا. هو اللي دخلني الاكاديميه من حوالي 4-5 سنين. اشتغلت في الاكاديميه وكان من حسن حظي كان موجود برضو كابتن عبد النبي كان موجود. فحتى في يعني من تكمله لكلام كابتن احمد ان هو راجل طبعا متميز وبيحب شغله جدا وراجل مخلص في شغله، ان انا لما رحت كان الموسم تقريبا بتاع الاكاديميه بدا، اشتغلت تقريبا شهر او شهرين والحمد لله بفضل ونعمه من عند ربنا، لان انا يعني انا حياتي الكوره يعني انا مهنتي ورزقي وكل حاجه الكوره، بس انا ما يعني حاجات زي احمد كده برضو دخلنا في حاجات تانية وفشلنا فيها ما عرفناش يعني نكمل فيها بالظبط. لا فشلنا يعني ما نعرفش حاجه. فالواحد يشتغل في الحاجه اللي هو بيحبها او اللي هو بيحس ان هو مستمتع وهو بيشتغل فيها. واجمل حاجه احنا من نعمه ربنا علينا ان احنا مهنتنا الحاجه اللي احنا بنحبها. يعني ممكن ناس كتيره جدا تشتغل حاجات ممكن تكون ما بتحبهاش او في التخصص بتاعها، احنا الحمد لله المهنه بتاعتنا هي الحاجه اللي احنا بنحبها. فاشتغلت مع كابتن عبد النبي بعد تقريبا شهر او شهرين لما شاف شغلي الحمد لله ان هو كويس قال لي لا انت لازم تمسك ملعب لوحدك. كنت شغال مساعد. اول ما دخلت كان الناس يعني كلها كانت مترتبه الملاعب بتاعتها والكلام ده كله. فبعد شهر تقريبا بالظبط قال لي لا انت تمسك ملعب لوحدك مع الولاد يعني مع التيم اللي معاك الصغير. شاف الحمد لله الشغل كويس فاداني ملعب لوحدي يعني. تمام ممتاز. فاشتغلت بقى ومن هنا يعني بدانا الحمد لله رب العالمين ان احنا عملنا حاجه كويسه يعني. طيب حتى قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان احنا كان من ضمن الناس اللي هي كانت طلعت للقطاع كان 12 ولد من 2008 اللي اول ما انا جيت دخلت اشتغلت معاهم مضوا في القطاع من الاكاديميه للقطاع. من الاكاديميه للقطاع بالظبط. دول كانوا يعني دول اللي اشتغلت انا معاهم كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاهم. ودي حاجه مميزه لما يكون الجيل اللي كان معاك كله يتصاعد بنسبه 90% او 100% معنى كده ان كان في شغل مميز معاهم والولاد كلهم متميزين عشان يتعدوا في القطاع. بالظبط الحمد لله رب العالمين يعني. طيب فكره انك تجمعهم فكره نفس الشغل او نفس الطريقه قطاع ناشئين والبراعم ده اصعب ولا اسهل؟ لان دايما البعض لما بيعتزل بيبقى تفكيره دايما للدرجه الاولى. ما هي دي القصه بقى ان هو انت درجه اولى ولا براعم ولا ولا ولا. هي المشكله عندنا ان احنا انت براعم اشتغل انت براعم عشان انت قليل لسه صغير. دي مشكله كبيره جدا. البراعم ده لازم يبقى حد متخصص وحد فاهم والمفروض يبقى مدرب اعلى من الفئات السنيه الاعلى منه.
لان البراعم دي انت بتبني، انت بتشتغل على مهارات اساسيه وبتشتغل على فكر وربط مع الولد. ولو انت حضرتك مش فاهم كمدرب الشغل ده، الولد هيجي عند 13 14 سنه في حاجات مش هيقدر ياخدها لو ما خدهاش في السن الصغير ده. بعد كده مش هياخدها مهما تعمل، مهما تشتغل معاه هيبقى تدرجه في الشغل معاك بطيء جدا لدرجه ان هو يعني هتتعب معاه جدا كمدرب. لكن طبعا لازم الشغل البراعم ده لازم يبقى حد متمكن جدا من الشغل يعني. طبعا. انا برضو خدت حته كده في اتحاد جده سنه برضو كده، يعني اشتغلنا هناك في اتحاد جده سنه كده وعملنا حاجه كويسه جدا وخدنا تاني هناك في المملكه وخدنا كاس الملك هناك. يعني الحمد لله برضو كان معنا كابتن عاشور برضو، كان هو المفروض المشرف على الفئات السنيه تحت، وانا كنت مدير فني للناشئين هناك. هو في الجزئيه دي عنده خبرات كبيره جدا جدا يعني. هي زي ما بقول لحضرتك كده، احنا كاول ما تيجي تبطل تحس ان انت ممكن تشتغل، بس لما تيجي تخش المجال موضوع صعب جدا، موضوع غير اللعب خالص. لازم تبقى عارف يعني انت تعمل ايه. احنا دلوقتي حتى كابتن حسين بيتكلم في حته، احنا حتى بنتكلم مع الاولاد عندنا في الاتصالات ان انت الفتره بتاعتك بتاعت اللعب دي احسن فتره، يعني استغلها على قد ما تقدر، لان انت بعد كده هتلاقي نفسك اللي انا فين. لو ما قدرتش تخش في المجال التدريبي وانت حابب الكلام دوت، هتلاقي الموضوع صعب جدا بالنسبه لك والحياه تبقى صعبه جدا، لان احنا حياتنا كلها قصه كوره بس. كابتن حسين، نفس وجهه النظر ولا ليك رؤيه مختلفه؟ بالظبط، اخطر مكان في المنظومه تعتبر كلها البراعم ده. هقول لحضرتك حاجه، السن الصغير او البراعم هم مستقبل قطاع الناشئين. يعني احنا لو جينا مثلا نتكلم على النادي الاهلي اللي انا شغال فيه، انا كان ليا شرف الحمد لله السنه اللي فاتت اشتغلت في 2009 والسنه دي 2010. اول سنه بيبداوا يلعبوا المهرجانات بتاعه البراعم. تمام. لو ما كنتش انت اولا ان انت تكون امين على المكان اللي انت فيه، دي حاجه، وبالاخص غير الشغل اللي طبعا كابتن احمد اتكلم فيه، الاختيارات، لان الاختيارات بتاعتك ديت هي اللي بيتبني عليها مستقبل القطاع ده كله. يعني ممكن ناس كتيره تبقى غافله عن موضوع البراعم ان هي الامور سهله او الكلام ده كله، لا، انت يعتبر بتحدد الناس اللي بتخش النادي الاهلي او اللعيبه اللي بتخش النادي الاهلي بتخش عن طريق ايه؟ عن طريق البراعم، اللي هي اول سنه مثلا ل 2009 او 2010 او 11 اللي هم بيتحضروا السنه ديت. ده اخطر مكان، لان دول انت لو عينك مش كويسه على الولاد اللي انت بتختارها، دول اللي هيكملوا في النادي الاهلي، دول اللي هيخرجوا بعد كده، من بعد 9 سنين و10 سنين و11، التدريجي ده كله، الاختيارات دي كلها هتبقى بناء عن ايه؟ بناء عن اللي انت اخترت بالظبط. المجموعه اللي انت اخترتها الاولانيه، قوام الاساس اللي انت اخترته ده، لو عينك اساسا مش كويسه ان انت تختار مجموعه كويسه ومميزه، بعد كده كل مع مراحل طبعا السن والكلام ده كله بيبقى فيه اضافات، بس الاضافات ما بتبقاش بالشكل اللي هو اللي انت بتختاره بالظبط. الفرقه الكيان الكامل دوت، ال 20 ولد ولا 25 ولد او 30 ولد اللي انت بتاخدهم في الاول، دول اللي بتبني عليهم المراحل كلها، دول اللي هيكملوا مع النادي الاهلي، بيخرج منهم عناصر وبيخش عليهم عناصر كل سنه لاعب او اتنين بالظبط، بس انت بتعامل الهيكل الاساسي. الهيكل الاساسي بالظبط كده، الهيكل الاساسي ده كله ان ما كانش عندك درايه كويسه جدا ومذاكره كويسه جدا وعينك الحمد لله كويسه جدا ان انت تقدر تختار مجموعه لعيبه كويسه، انت ممكن القطاع دوت بعد يعني بعد 5 6 سنين ما تلاقيش حد. يعني ممكن سنه عن سنه عن سنه هتلاقي التلات اربع الاعمار السنيه اللي ورا بعض دول، لو ما حدش اختارهم كويس هتلاقي عندك دروب بعد كده لما يجوا يكبروا في السن، هتلاقي عندك دروب لان انت ما عرفتش تختار من الاساس من تحت. فلما هتحصل مشكله فوق هنا يبقى بص على فين؟ بص على تحت، تحت الاول. الاختيارات اللي هنا ديت كانت شكلها ايه؟ عشان كده في ناس كتيره جدا ما تستسهلش موضوع البراعم، لان ده الخط اللي ممكن ينجح قطاع كامل على مدار مثلا 5 6 سنين، ممكن ينجح قطاع كامل، وممكن لا قدر الله ان هو يعمل دروب في القطاع ومشمل الفريق الاول. شيء مهم جدا، وانت لازم كمدرب غير مذاكرتك وغير اجتهادك والكلام ده كله، ان انت لازم تكون امين في المكان اللي انت فيه. الامانه مهمه جدا، والضمير مهم جدا 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 صح. جدا في ناس كتيره ممكن تيجي تزعل منك في الاختيارات والكلام ده كله، وبعدين خلي بالك انت كمان معلش انت بتتعامل مع اولاد صغيره، الحته الابويه دي بتبقى نفسيه صعبه شويه. انت برضه وانت بتمشي ولد صغير انت بتبقى يعني صعبان عليك، بس امانه الشغل بتتحكم عليك ان انت واخد بال حضرتك ازاي. وفي ناس بتبقى مستعجله ولادها، لا احنا قلنا قبل كده واتكلمنا قبل كده المرحله دي مرحله تاسيسيه، انت بتودي ابنك تاني، هو بقول كي جي 1 وكي جي 2 بتحضره للمدرسه، حضر ابنك تاني ما كانش موفق السنه دي، السنه اللي بعدها
هيروح السنه اللي بعدها اشتغل عليه تاني واجتهد تاني مع حد امين يعلمه صح هيوصل يدخل مرحله تانية يبقى داخل متاسس بشكل كويس. انا واحد من الناس جات عليا فتره كنت كان عندي 15 سنه تقريبا او حاجه زي كده لعبت منتخب مصر الناشئين ونادي الاهلي طلبني بعد المنتخب ما كانش ليا نصيب ان انا اكون موجود في النادي الاهلي بعد 10 سنين وانا عندي تقريبا 26 ولا 27 سنه رحت النادي الاهلي لو ربنا قسم لك بحاجه هتشوفها بعد 10 سنين انا كان بقول لحضرتك منتخب 16 سنه تحت 16 سنه مع كابتن سيد طباخ بعد 10 سنين وانا عندي 26 سنه او 27 سنه رحت النادي الاهلي فاللي ربنا قسمه لك طول ما انت بتجتهد وبتشتغل وضميرك كويس وبتتعب في المكان اللي انت فيه ربنا هيوصلك للشيء اللي انت عايزه فرق 10 سنين بعد 10 سنين المره الاولانيه كان مين كلمك كان باشمهندس عدلي طيب انا عايز مستني وبعد 10 سنين بعد 10 سنين بروح انا رحت للكابتن عدلي يعني هو طيب. كابتن عدلي هو اللي تولى كان رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل كان هو ساعتها مدير الكوره بالظبط كده ليه انا هربط ده لان نفس الكلمه قالها لي الكابتن احمد رضوان كابتن عدلي القيعي قال لك انا كنت عايزك من 3 سنين صح هي احكي لي بقى قلت لحضرتك إيه؟ عليه ان احنا اتظلمنا في القصه دي ان احنا احنا مش ما كانش عندنا اعلام زي ما انت بتقول كده ان احنا ماتشين في السنه ثلاثه في السنه اللي بتتشاف وخلاص فهم الناس اللي موجوده هم اللي في المنتخب احنا تعالى اتفرج علينا يعني فده اللي كان بيحصل برضو ان احنا عشان تروح نادي كبير كنت بتتعب جدا يعني عشان تروح كابتن عدلي وانا لما السنه اللي احنا اول حاجه طبعا كلمني كابتن حسام البدري بعد كده باشمهندس عدلي وبعد كده كان الموضوع متأزم شويه عندنا في النادي احنا عندنا بالنسبه لنا احنا الموضوع مش ما قصه الماده عندهم دي مش فارقه خالص يعني كهيئه قناه السويس فالموضوع بالنسبه لهم لا احنا كنا حصل لنا دروب في 2000 في السنه دي بالظبط ان احنا لعبنا ممتاز بيه وبعدين رحنا مصعدين فرقه على طول مظبوط ومشي كل الفرقه فضلت انا ومن الكيان القديم يعني انا وابراهيم عبد الجواد كان راح بعد كده البتروجيت ومقاولين شويه فما فيش غير انا كابتن الفرقه واحنا اللي مصعدين الفرقه وبعدين جابوا مجموعه كبيره جدا كان منتخب اولمبي كلها وكانت كلها من الاهلي وكان اللي ماسكنا دكتور محمود سعد فطبعا احنا كنا السنه دي لازم نقعد فهتمشي واحد زي دوت هو برضه قائد الفريق فالدنيا طبعا كانت بالنسبه له طبعا صعبه جدا وكان رافض تام والموضوع كان بالنسبه له كان مستحيل يعني حاولوا كذا من كذا اتجاه الدنيا كانت مقفوله لغايه ما كابتن خطيب راح مكلمني يوم وقال لي انا تقلقش الموضوع ان شاء الله هيخلص ويعني خلال يومين كده هكلمك وهتلاقيني موجود عندك هو بعد يومين ثلاثه كده لقيته بيكلمني انا موجود اسمع ليا وجاي لك والقصه بقى ابتدت من هنا ان انا كنت حاجز حج اصلا في الوقت دوت فجيت مضيت وكابتن ثابت كان موجود وجوزي كان موجود وبعدين رحت الحج ورجعت قعدت 23 يوم بقى كنت انا وتريكا وحسن مصطفى وبينيو الجيل اللي انضم في وقتها الاربعه دول في يناير 2004 2003 تريكا وحسن وعزومي كيف اتقلنا وكان بينيو معانا كان برازيلي المصادفه بس يمكن اقول المعلومه للجمهور ممكن الناس مش متذكراها من 16 سنه في التوقيت ده الاربعه كان هيتقيد منهم واحد في البطوله العربيه وقتها مانو والجوزي اختار الكابتن احمد رضوان للقيد في قائمه فريق النادي الاهلي في البطوله العربيه مظبوط بالظبط وتريكا تايد افريقيا وخسرنا طلعنا اول ماتش من اظن المريخ السوداني حاجه في السودان وطلعنا منها واحنا كان بطوله عربيه كان منا واشتغلنا شويه وبعدين طبعا حصل المشكله اللي حصلت كان الهلال كسبنا الاسماعيلي كان معانا في البطوله العربيه وتعادلنا مع الهلال وتعادلنا مع النجم وبعدين حصل مشكله مع الاتحاد العربي اظن كده وبعدين رحنا يعني كانوا راحوا اخدين كابتن حسن ساعتها اخد ان احنا اعتذرنا ما كملناش بالظبط وحصل بقى الاصابه اللي هي كانت اصلا بقى لي 23 يوم في الحج فالنهارده جيت بكره كان الكلام ده يوم الاثنين مرنت ثلاث لعبت اربع ماتش رسمي هتقول لي ازاي اقول لك وبدات بقى العب حد واربع وتر اكيلس التهاب في طبعا احنا يعني لما بناخد اي اجازه اكتر اجازه بناخدها كنا لما بنلعب دوري ممتاز يعني بالنسبه للناس الممتاز بناخد اسبوعين بنعمل فتره اعداد شهرين وقتها كنت العب دوري وكاس لكن ارتباطات الاهلي كانت ضغط مباريات وبطولات عربيه افريقيه دوري فكنا بنلعب دوري وعربي حد واربع طبعا
بعد 5-7 ماتش كده كانت الدنيا كانت كويسه في الاول يعني كمستوى انت بتشتغل بالمخزون بتاعك اللي قدام وبعدين بتلعب في النص اللي فوق وبتلعب في الاهلي مش مضغوط كتير بس طبعا جالك بقى وتر اكيلس جالك شوك عظميه جالك شويه حاجات كده دي بتحصل لاي حد بيقعد فتره طويله جدا ويجي مره واحده يروح كمان يمكن كابتن حسين برضو يعقب على الكلام بتاعي احنا بنلعب في حته وممكن حتى هو الحته بتاعتهم جماهيريه شويه لكن احنا عندنا في القناه لما كان بيجي لنا 10 تنفار مثلا في الماتش كنا احنا كده عندنا جمهور فطبعا عشان تيجي وتتمرن تلاقي 5000 و10000 في التمرين فالموضوع طبعا طبعا نفسيا شويه اكتر ف يعني الموضوع ما كانش حلو شويه في القصه دي كان السيناريو اللي انا كنت حاطه موضوع تاني كده يعني لكن الحمد لله يعني طبعا كان شرف لي ان انا ابقى موجود في النادي ولبس يعني النادي التيشيرت بس النادي ده شرف لي يعني انا اتذكر تمرين حضرتها في ملعب التتشي كان اول تمرين او ثاني تمرين ليك وكان الملعب ممتلئ عن اخره انا فاكر التمرينه دي ومالو الجوزيه في البدايه في بدايه التمرين خدك وهو وكابتن حسام بدري وراح له الجمهور في البدايه كنت انت لسه ساعتها منضم وكذا لاعب كمان وراح له الجمهور في البدايه عشان الجمهور وهو بيتفرج يهدى شويه مع الصفقات الجديده لان في التوقيت ده كان الكل طبعا بقى كانت الدنيا انا فاكر المرحله دي جينا كان هم يعني كان الموضوع كان متأزم جدا كنا خسرانين من الاسماعيلي وخسرانين يعني كذا ماتش كده فاحنا لما جينا الحمد لله احنا كنا عندنا احنا كسبنا 11 ماتش في الدوري اتعادلنا مصري في بورسعيد وخسرنا زمالك وكسبنا 11 ماتش فطبعا كنا احنا بعيد جدا طبعا وصلنا ان احنا قربنا قوي الزمالك ساعتها بس الزمالك خد الدوري وده كان اخر دوري اخر دوري وبعد كده بقى بالظبط كده جو اسلام الشاطر وعماد وبركات انا متذكر التدريبه دي والتمرينه دي لان فكره ان اللاعب اللي بيلعب على الخط ده دايما قريب من الجمهور ملعب التتش بقى 5000 والملعب على اخره حتى تحت المدرج في جمهور واقف حتى على السور الحديدي كابتن حسين الجزئيه دي الكابتن احمد رضوان كان عليها لما كان في القناه كان عدد الجمهور قليل في الترسانه الوضع كان مختلف فلما يعتبر نادي جماهير نادي جماهير فلما جيت الاهلي القصه بالنسبه لك كنت بتلعب على الخط لا ما كانش فيها مشكله قوي لا بالنسبه لي مش مش لاني يعني زي ما احمد كان بيتكلم برضو من شويه المباريات اللي كانت بتتذاع كلها كانت مباراتين الاهلي دور الاول والثاني والزمالك ولو الاسماعيلي على فترات مثلا ممكن ان انت فانت المباريات دي كانت بتبقى بالنسبه لك انت المسرح بتاعك بتاع الموسم كله تبقى مستعد كويس جدا ان انت بتأدي احسن اداء عندك واحسن اداء فني وذهني وتركيز كل حاجه بتبقى محضر كويس جدا عشان مباراه الاهلي والزمالك دي هي اللي بتبقى مذاعه عشان الناس تعرفك او تبني اسمك كان بيبقى عن طريق المباريات دي بس ما فيش حاجه انت ممكن تقعد تعمل مباريات كتيره طول الموسم كويسه وتبقى سبب نجاح بشكل كبير جدا ومحدش يعرف عنك حاجه واخد بال حضرتك صح انما الـ 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 الوضع مختلف دلوقتي يعني حتى ان انت مثلا في مباريات وديه بتبقى مذاعه دلوقتي كل مباراه بقت سهله موضوع الانتشار بتاع اللعيب احنا زي ما بيقول احمد احنا ممكن نكون نحتنا في الصخر عشان نعمل اسم ان احنا الناس تعرف ان مثلا في نادي القناه في لعيب كويس في نادي الترسانه في لعيب كويس في نادي مثلا مزارع دي لعيب كويس في نادي كذا لعيب كويس ده والانطباع كمان انا ليه ذكرت التمارين اللي كانت في التتش اللي حضرتك كابتن احمد رضوان انا وقتها كنت موجود الكلام ده من 15 سنه بالظبط انت بتتكلم في فكره ان مثلا انت جايب لعيب من القناه الجمهور ممكن يكون شافه مره او مرتين ففكره الملعب بيتملي لانه جاي عايز يشوف اللعيب اللي جه الاهلي ده بالزبط. مين اداؤه ايه شكله ازاي بالظبط فدي بيبقى كمان ليها عبء نفسي على اللعيب اللي جاي جديد مش في ماتش ده في تمرينه بالظبط احنا كمان انا عن نفسي يعني مختلف شويه برضو عن كابتن احمد في الترسانه لان الترسانه احنا لما كنا بنلعب في ناس اوفياء جدا للنادي الترسانه وكان الملعب عشان 100 عقبه والكلام ده كله فمباراه الدوري الممتاز كان بيبقى شبه شبه ان الملعب دايما بيبقى مكتمل بالزبط. وطول ما النادي الترسانه في الدوري الممتاز وبيأدي بشكل كويس بتلاقي ناس كتيره جدا 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 يعني انا اقول لحضرتك حاجه مش عايز اقول مثلا 80% او 90% من الناس الترسانويه اللي بيحبوا نادي الترسانه بيحبوا النادي الاهلي وكنت وعلى نفس الشكل الاهلاويه تلاقيهم يعني في منهم كتير جدا لما بيميل لنادي الترسانه بالظبط كده فدي كانت حاجه يعني كويسه جدا بالنسبه لي انا الحمد لله رب العالمين يعني سهلت كتير قوي ان انا لما اجي كان يبقى عدد فيه في التمرين او كده عدد من الناس او الجماهير والكلام ده كله كانت الامور بالنسبه لي يعني اهدى شويه ومش صعبه يعني عليا بالنسبه لي طيب كابتن رضوان المدربين اللي اتعاملت معاهم في النادي الاهلي او حتى خارج النادي الاهلي تتذكر مثلا مين ابرزهم ما الاهلي انا كان خواجة كان جوزي اللي موجود وكان كابتن حسام البدري وكابتن حسام عربي وكابتن ناجي طبعا في الحراس طبعا
انا كنت قعدت سنه ونص في الفتره دي. السنه اللي بعدها بقى خدنا الدوري وخدت افريقيا معاهم. بعدين اتحركت بقى. كان طبعا حصل مشكله كده شويه مع لان انا حسيت ان انا اتظلمت, لان انت بتديني وانا مش جاهز. فالانطباع اللي بيطلع ان انا مش مخزون البدني مش قادر. فطبعا طبيعي ان انت تبقى ماتش كويس ماتش مش كويس ماتش. فانت اديت انطباع للناس ان احمد مش كويس, واحمد عمالين يقولوا الناس كلها بتقول ان احمد ده احسن باك رايت في مصر واحنا جبناه. فاصبر عليا يعني, اصبر بس اقف على رجلي واخد فتره اعداد. الموضوع يعني كان محتاج شويه منه, بس ان هو يبقى اهدى من كده شويه, يبقى يعني لو كان اهدى من كده شويه بالظبط كده. لان انا كنت زي ما اقول لحضرتك كده, انا جيت يوم الاثنين لعبت ماتش رسمي مع الترسانه يوم الاربعاء. فطبعا ده في الشغل هو كان عامل حساب ان انا يعني اصابه دي مش هتيجي. فطبعا لا, الاصابه جت. وبعدين بعد 3 4 متوشه بدات خالص ان انا الالتهاب ده لازم راح. فكان دكتور ايهاب علي ساعتها كان معانا, ورحنا للدكتور احمد عبد العزيز فقال له لا ده علاجه وراح. فبدا بعد ما طلعنا حتى البطوله العربيه بدا ان الدوري او الكاس مثلا نلعب ماتش وبعد 12 يوم ماتش. انا عايز اقول لحضرتك ان ال 12 يوم دول ما بتمرنش, مرتاح واخد اجازه مريح, بروح اقعد كده اخش جيم وامشي حول الملعب بس. ف 12 يوم انا فاكر كويس قوي ماتش ام بي قبل نهائي كاس كسبنا 2-0. الماتش النهائي مع المقاولين العرب بتاع كاس عالم حسن شحاته اللي احنا خسرناه دوت كان 22 يوم فرق. انا ما اتمرنتش ولا تمرينه. التمرينه اللي هي يوم 21 اللي هو قبل النهائي دوت نزلت بكوتشي وقفت بس كده في التكتيك شويه, وحتى جيت البس جزمه لي نو. فهو كان لازم يصبر شويه لان الموضوع كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير. يعني الظروف ما ساعدتكش ولا ساعدته حتى ان هو يقدر يجهز ولا هو لا هو خد الموضوع ان انا جايب احمد ده خده شويه في الاول احمد هيبقى كويس غصبا عن اي حد يبقى كويس. ما هو انا عشان ابقى كويس لازم ابقى يعني اخد راحتي عشان ما اتعورش, عشان ما ابقاش متعور, واقف على رجلي كويس في الحته البدنيه. عشان احسن شغلنا ده احنا زمان بنلعب 3-5-2. فالباك رايت دوت بيلعب على 100 متر غير دلوقتي. احنا بنقسمها 50-50 والدنيا بتبقى اسهل بكتير. كان احنا الاول رقم واحد في الباك رايت والباك ليفت, ده اكتر ناس كانت بتجري. فطبيعي لازم يبقى المخزون البدني بتاعك كويس. فلما هتروح وتعمل كروس مش كويس وترجع وتروح وتعمل كروس تاني مش هتبقى خلاص المخزون البدني بتاعك مش قادر. فلو هو كان سيبر شويه كان الموضوع كان مختلف. المشكله اللي بعد كده بقى ان لما حصل المشكله في نهائي الكاس ده وقال ان انا السبب في التغييره ومش في التغييره, طبعا ما كنتش انا السبب, هو غير الاثنين عادل وفيليكس. وبعدين بقى مش قادر يقول لهم حد تاني يرجع. فلما انا قلت له مش هقدر اخد الحقنه والجو اللي حصل ده, بتكلم بقى السنه اللي بعدها رحت المانيا انا وتعالجت والدنيا تمام ورحت معهم المعسكر ورجعت على اساس ان انا تمام انا كويس. اديني بقى يعني اديني عشان انا اغير بقى الشكل. مفيش ماتش ودي مفيش. رحت كلمت كابتن خطيب. انا فاكر كابتن خطيب كلمني في السنه دي يمكن 3 مرات. قال لي احمد في السنه اللي انا لعبت فيها اللي هي في الاولانيه دي خالص, قال لي احمد احنا عارفينك كويس قوي, انا بقى لنا 3 سنين بتفرج عليك, انت حاجه جامده جدا وحاجه كويسه جدا وهتيجي مفيش مشكله. فما انساش حتى ال3 مكالمات دول. فتاني سنه طبعا لما جم بقى اسلام وبركات وطبعا الملعب بقى معاك نجوم كتير جدا ومعاك حلول كتير جدا اقعد. فطبعا في اخر السنه لما لقيت القصه كده فكلمت كابتن خطيب قلت له يا كابتن بعد اذن حضرتك انا عايز العب, انا هروح نادي تاني. وكان اسمنت سيروس كلموهم دفعوا فلوس والموضوع اتنقل. هي الكوره بتبقى نصيب, انت ممكن تكون سيناريو جاي. انا حاطط سيناريو تاني يعني انا جاي وانا الحمد لله برضو لما يعني في القناه يعني الواحد كان اسمه كويس قوي وعملت مثلا حوالي 6-7 سنين الناس كلها بتتكلم. ولما بيروحوا القناه كانوا يعني انا افتكر ان طارق السيد وطارق السعيد كانوا بيكسروا اي حد بيروحوا اي حد بيكسروه. كانوا يعني تسالهم حتى في الماتش بتاع القناه ده يقول لك انت في الموسم ده كسبت الزمالك في الدوري رايح يقول لي انا بص انا ما بحبش العب المدوشه اللي انت فيها دي. فلا الموضوع كنت حاطط سيناريو تاني بس الحمد لله طبعا يعني ليا شرف ان انا دخلت النادي. الحظ والنصيب يعني فيها نسبه كبيره جدا يا كابتن حسين. هو كمان لما يعني كابتن احمد غير كده لما تيجي دلوقتي وهو مدرب ممكن النظره تبقى مختلفه شويه عن وانت لعيب. هو انا كنت هقوله بقى دلوقتي ان الاحمال التدريبيه الاحمال التدريبيه وانت بتاخدها في نادي صغير غير لما بتيجي الضغط المباريات والتمرين نفسه, لان التمرين نفسه في النادي الاهلي عنيف مش زي اي مكان. يعني هو مثلا في القناه وانا في ترسانه او ايا كان
لو انت تعبان شويه ممكن تريح، ممكن تاخد راحه في التمرين نفسه، وانت بدل ما توفر سبرينت توفر عدد مثلا لو في حاجه فيها قوه بتاع الكلام ده كله، انت عندك رصيد ان انت من الناس الكويسين او المعروفين. مظبوط. عايز تريح تمرينه ولا الكلام ده كله، النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده، انت التمرينه بكل قوه وبتسعى من اول مباراه، من اول يوم في التدريب لاخر يوم تدريب، انا مش عايز اقول معركه، التدريب ده بيبقى معركه، كله بيحارب وكله بيقاتل عشان يبقى موجود. لا وفي نقطه، ولو خدت فرصه المشاركه ونصيب المشاركه ولو ما احتفظتش بيها بالظبط خلاص. وغير بقى ان عدد المباريات كمان بيبقى اعلى أكتر. واكتر أكتر. فبتبقى الحمل، فممكن دي برضو ان كابتن احمد ما كانش ليه نصيب ان هو مثلا زي ما هو كان مخطط او ان هو يمشي في النادي الاهلي فتره او الكلام ده كله. طبعا كل شيء نصيب، الاصابه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده كله، بس الاحمال التدريبيه في نادي صغير غير النادي الاهلي خالص على فكره. القصه دي ما كانش، معلش انا اسف، ما كانش موضوع الاستشفاء والراحه والكلام ده كله زي دلوقتي. العلم برضو فرق كبير جدا. فرق كتير جدا. حته الراحه والاستشفاء والكلام ده كله زمان ما كان، يعني زمان كان حاجه واحنا دلوقتي حاجه. احنا كنا تقريبا بنتدلك وخلاص، هو قبل الماتش بيومين والكلام ده كله خلاص. عندنا كان في نادي القناه عاملين حاجه محترمه يعني، كنا عند يعني احنا كنا يمكن النادي احنا والاهلي مثلا اللي عندنا مغطس، تطلع مغطس سخنه على مغطس ثلج ساونا. لا كان عاملين كانوا حاجه كويسه. هي الكره فيها نسبه المشاركه والنصيب والحظ دي مهم جدا، لان في لعيبه كبيره جدا حتى مش في مصر، ده في اوروبا بالزبط. في لعيبه كبيره جدا تكون متعلقه في انديه حته تروح حته ثانيه، وتيجي تروح حته ثانيه باسمها بقيمتها بمكانتها، وتلاقي الجمهور اصلا في الملعب بيصفر عليها ومستغرب، ده نجم ده جاي هنا ازاي. حتى الفرقه نفسها كمان، انت وانت رايح على فرقه بالزبط. ممكن تبقى انت بتبني فرقه، مش عايز ادي امثله في اوروبا مين ومين، بس دي هي الكره كده. ممكن تروح على فرقه كبيره انت لعيب كويس، وتروح على فرقه كبيره تكون عندها احلال وتبديل، فما تقدرش ان انت تخش بشكل كويس غير لما انت بتروح على فرقه مثلا مستقره بقى لها فتره، سن صغير، اللعيبه اللي موجوده والكلام ده كله. لما تخش بتبقى الامور سهله بالنسبه لك، الناس دي بتشيلك بتساعدك غير لما تروح على فرقه بتبقى الامور لسه يعني مثلا في لعيبه كتيره ممكن يعني. انا من الناس اللي حظها وحش في حته ان انا لما روحت، وكنت قلت لحضرتك قبل كده ان المكان فيليكس، لا 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 ده فيليكس كابتن شوبير، مع احترامنا طبعا الالقاب للناس كلها، كابتن رضا عال، مجدي طلبة، عماره، هو دخل في جيل يوسف، كل ده بطل دوري. يعني كانوا واخدين 6 سنين دوري وخدنا احنا السبعه، سبع سنه دوري السبع. بس كانت 6 سنين، وكان كل ده بقى بي يعني بيفنش. كل ده بيمشي يعني فيليكس مشي، كابتن شوبير، رضا عال، يعني كان لسه بيتجددوا فيليكس بالظبط كده. فده التوقيت اللي انت بتخش فيه برده مهم جدا. زي كمدرب لما بتخش في توقيت على لعيبه موهوبه، مع لعيبه كويسه صغيرين في السن، الكلام ده كله بتفرق معاك وانت مدرب وانت داخل، دي برضو بتسهل عليك كتير جدا جدا في الشغل غير لما بتخش على فرقه انت لسه بتبنيها. الحرفيه بتاعت التدريب برضو واخد بالك، في مدرب بيبقى كويس بس ما يعرفش يعمل يعني يكون فرقه، عايز فرقه جاهزه وفرقه كويسه ويشتغل، هو شغله هو شاطر وكل حاجه بس ما بيقدرش ان هو يكون فرقه، ان هو يعمل فرقه، ان هو يعمل الهارموني بتاع اللعيبه دي مع بعضها، والانسجام الكامل مع اللعيبه والكلام ده كله، اللي هي التروس ان هو يعشقها زي ما بنقول في بعض كده عشان العجله تدور والكلام ده كله. فيه مدرب ممكن يبقى شاطر بس ما عندوش الحرفيه بتاعه دي. مدرب كويس مع لعيبه كويسه شغال، انما ان انا اكون بقى اجيب استاذ محمد مع احمد مع حسين مع الكلام ده كله وتركب التركيبه دي مش دي، عايزه حرفيه. مدرب عايزه مدرب يعني حرفي. طيب الدوري زمان في وقتكم افضل من دلوقتي ولا دلوقتي افضل من ناحيه المستوى الفني؟ طبعا مش هتكلم في الحضور الجماهيري، يعني وقتكم كان افضل اوقات حضور جماهيري بصراحه، لكن كمستوى فني، كاحساس الناس بالمباريات نفسها ومباريات الدوري والناس بتنتظرها، هل وقتكم كان فيه ده اكتر من دلوقتي ولا دلوقتي لا مع الاهتمام الاعلامي بقى احسن؟ بص، الحته الفنيه او الموهبه كانت افضل. دلوقتي في جزئيه بتاعت قوه والسرعه والحاجات اللي هي العلم اللي دخل تكتيك نفسه تكتيك بقى فيه اخر تكتيك بقى في اعلى كمان من علم زمان. التدريب اصلا هو ده بقى اعلى من زمان، انما احنا مهاريا زمان كانت الامور افضل، انما دلوقتي العنصر بتاع التكتيك بتاع اللعب والكلام ده دلوقتي كله، دلوقتي الكره اسرع، دلوقتي فيها تكتيك، دلوقتي فيها قوه والكلام ده وتضييق المساحات والكلام ده كله والاسلوب الخططي والكلام ده كله بقت يعني افضل من وقتنا احنا. بس كان في ميزه كابتن رضوان، ايامكم كانت المباريات بتتلعب يوم الجمعه،
يعني كل الناس بتستنى منظمه كانت منظمه ليها وقت محدد. الناس تخلص صلاه الجمعه بالظبط، الماتش لو في الترسانه تطلع على السادة على نادي الترسانه في 100 عقبه تتفرج على المباراه الساعه 3 3 الا ربع بالظبط. كان بيبقى يوم كده العائله او الاسره عارفه اليوم قليل لما كان بيبقى فيه مباراه بالليل قليل جدا. احنا كنا انا فاكر ان احنا رحنا لعبنا الترسانه في رمضان كنا بنلعب بالنهار على طول. ما كانش فيه اضواء كشف لا لا لا، كنا بنلعب بالنهار في رمضان بنلعب بالنهار على طول دخل فتر بين الشوطين. لكن انا فاكر يعني حتى لما كنا يعني احنا كان عندنا تدريب قبل العيد، فانا اديت اجازه، فالمفروض الوقفه طب يا شباب هتاخدوا الوقفه ولا مش هتاخدوا الوقفه اجازه من الوقفه ده؟ احنا كنا بنلعب احنا واحنا صايمين في رمضان كنا بنلعب اول يوم العيد بنلعب. ايه يا جماعه المشكله من نتمرن يعني؟ ف القصه كمان ان احنا زي ما حضرتك بتقول كده كان الناس كلها مستنيه، لان كان في وقت محدد عارف هتلعب امتى بعد الصلاه، بعد صلاه الجمعه الناس خلاص بتروح تغير هدومها وتروح على الاستاد الساعه 3 ماتش او 4 فالموضوع كان في انا مش عارف برضه الا ربع ليه كان في نظام يعني مثلا طب 2 ونص 3 ليه الا ربع؟ كان عندهم مشكله، كان مثلا يعني السفاره يعني الاذان ياذن والصفار طيب يا جماعه طب خلونا نصلي يعني خلونا نصلي يعني الموضوع على فكره مش حسب عشان الاضاءه مثلا لو المغرب مثلا الساعه 5 او الساعه فعشان يا دوبك لان كانت معظم الملاعب قبل ما الليل قبل ما الليل يخش فكانوا بيعملوها مثلا 3 الا ربع ربع ساعه دي بتفرق تمام. كان في فرق والله كان والله كان بيبقى ماشيها كده ماشيها بس هو كان لا الموضوع كان فيه كان في نظام. هي القصه كلها ان احنا عشان تنجح رقم واحد تحط نظام، ما حطيتش نظام وقعدت بقى تراضي ده وتراضي ده وتراضي ده كل سنه وانت طيب. كان الدوري كام فريق يا كابتن رضوان؟ احنا كنا 14 فريق لعب 13 ماتش و13 26 حتى نيجي نحسبها كده انا لعبت 23 ماتش من ال 26 كنا نحسبها في اخر السنه كده، ولو لعبت كام ماتش كاس كده ما كناش بنكمل في الكاس كتير يعني. فاللي هو يوم ما تبقى لعبت قوي 25 في السيزون كله مثلا او 26 27 يعني انا احنا السنه اللي احنا خدنا فيها ثالث دي كان كابتن انور سلامه حتى كان معانا، فانا كنت لاعب 25 من 26 فحتى خلينا المفروض شيك كده ناخده ف تعالى عشان عارف ان انا اكتر واحد لعب فعايز يبص انا خدت كام يعني الناس عملوها صح زي ما قالوا ولا ما عملوش. كانوا 26 اول عن اخر يعني. هي قصه زي ما كابتن حسين قال ان احنا في القصه الفنيه كلاعيبه لا احنا لا الموضوع كان في كان صعب كان لعيبه تقيله جدا في الملعب بالظبط. من ضمن الصعوبات وانت بتلعب لو ما بتلعبش قدام الاهلي المباراه مش هتتذاع، فكان الناس دايما بتروح للاذاعه الميكروفون ينتقل بالزبط. لكل الملاعب بالزبط. وبتسمع وصف تفصيل بالزبط. كنت بتخرج بره الماتش او بعد الماتش يعني بعد ما المباراه بتنتهي وبتخلص بتطلع تسال بقى ايه اللي اتقال الاهداف بتستنى تشوفها ازاي بتيجي ولا ما بتجيش؟ لا والله كان هو كان على ايامنا تقريبا كان في ظهر البرنامج بتاع الله رحمه الله عليه كابتن قطب عبد السلام كان الكاميرا في الملعب باين ايوه ده كنا بنستناه ان انت بقى بتشوف اللي هي تجيب لك لقطات والكلام ده كله مظبوط بتشوف بقى حتت صغيره كده زيك زي اي حد انما عشان تسال مثلا اذاعه والكلام ده كله ما بس كانت كمان في ملعب في القاهره صفاره كان اسمها صفاره الحكم صفاره الحكم كانت في اسماعيليه كانت تجاوب بين اسماعيليه لما كانت في اسماعيليه والقناه الرابعه القناه الرابعه دي كانت على طول كان علاء وحيد تقريبا استاذ علاء وحيد هو كان لكن احنا كان عندنا ميزه في القناه ان احنا بنصور الماتش كان عندنا مذيع وكان عندنا كاميرا وكان عندنا يعني المطوشه كلها كانت عندي انا حتى عامل لنفسي كده حوالي 25 دقيقه لما بتضايق كده وبزعل شويه كده بقعد تفك شويه اتفرج على نفسي اقعد 25 دقيقه كده ترجع للتاريخ اقعد اتفرج كده انا في ماتش كنا بنلعب الاهلي في القناه 1-1 ما انساهوش الماتش ده كان قاعد معايا فتره طبعا انا مش عارف راح فين دلوقتي بس قاعد معايا فتره ما كنت اتضايق كده او عامل ماتش وحش ولا حاجه عشان غير الماتش ده شريط بقى الحاجات القديمه دي شريط احطه كده اقعد اتفرج كده ما انت كويس دلوقتي ما انت كويس يا ابني لا دلوقتي فلاشه كمان واي حاجه فالموضوع كان تكمله للكلام ان احنا كان كمهاريين وكان نجوم في الملعب لا كان في الملعب حاجات تقيله كويسه جدا بالظبط لكن هي قصه دلوقتي اختلفت مع المدربين مش بنقلل في الناس طبعا اللي علمونا لا بس ولكن ما كانش عندهم انت دلوقتي ممكن حضرتك تخش على جوارديولا تخش اونلاين معاه تشوفه بيعمل ايه كل يوم يعني عندك
الدنيا مفتوحه ان انت تقدر تبقى شاطر لو انت عايز تبقى شاطر وان انت حابب تبقى شاطر عندك المقومات ان انت تقدر تخليك في حته ثانيه اكيد صح. لكن هما ما كانش عندنا بس برضو كانوا انا فاكر بيجتهدوا قدر الامكان كابتن فؤاد شعبان كان انا والباك رايت مثلا انا وكابتن اسامه محمود كان شغال كابتن فؤاد شعبان وكابتن عصام بهيك كمان الله يرحمه يعني حاجه قامات يعني بس انا افتكر كويس قوي كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه كان بيوقفنا في الملعب ما كانش لسه حد بيعمل الكلام ده خالص الكره هنا مكانك فين الكره هنا مكانك فين ويوقف الاثنين الباكات رايت يمسك ينزل في التمرين ويوقفك ايوه الكره هنا الكره هنا والاثنين ماسكين ايدين بعض بنتحرك الاثنين باكات ليفت ماسكين ايدين بعض الديفندرات مع بعض الصناع مع بعض الاطراف الكره هنا والكره هنا طب الكره هنا طب مكانك هيبقى فين فكان كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه يعني كان سابق عصره كابتن عمر سلامه طبعا ليه فضل على الواحد كابتن عصام بهي كابتن طارق يحيى محمد صلاح مش عايز انسى حد كابتن مشير عثمان ناس كتيره جدا يعني الواحد اتمرن معاها كابتن عصام محمود لا كانوا حاجه كويسه جدا يعني كابتن حسين كابتن رضوان بيتكلم على فكره انه عنده شرايط او بيتفرج على نفسه بس يوم ما بتعمل مباراه كويسه او وحشه حجم الانتقادات بتلاقيها نسبيه حاجات بسيطه لو حد اتفرج لو حد شاف دلوقتي في عصر السوشيال ميديا الوضع اختلف طبعا بشكل كبير جدا صح طبعا الانتقادات بقت اكتر واعلى ستريس اعلى بالظبط وانت تقييمك لنفسك كلاعب دلوقتي المفروض ان هو افضل 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 يعني لكن انت عندك دراية افضل لان حجم الانتقاد كانت اقل لا احنا الانتقادات بالنسبه لنا ما كانتش بشكل كبير لان يعني عشان انت حد ينتقدك مدير فني يعني او مدرب يعني لا هو قصده على اللي هو الجمهور والكلام ده كله والصحفيين والكلام ده المدرج الجمهور انت كان بيبقى فيه صحفيين موجودين وهو مثلا كل صحفي بيجي بيغطي مثلا مباراه مثلا القناه والترسانه مش مذاعه بس في صحفيين موجودين بيحلل المباريات فانت انتقادك مش بشكل كبير انما دلوقتي انت انتقادك كلاعب انت ان انت عايز مثلا لو في انتقاد هيبقى بشكل اكبر وفي نفس الوقت في انت كلاعب دلوقتي تقدر ان انت تقيم نفسك وتطور من نفسك بشكل كبير جدا انك انت ممكن تقف على الـ 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 الاخطاء بتاعتك ايه او الـ او الـ او المشاكل اللي عندك ايه او اللياقه البدنيه بتاعتك شكلها ايه والكلام ده كله سهل جدا ان انت لما تروح تعيد المباراه تاني وتتفرج عليها تاني من اول وجديد وتقدر ان انت تقيم نفسك والكلام ده كله يعني الوضع دلوقتي رغم صعوبته لكن مناسب لتقييمك في المرحله دي افضل كلاعب انت بالنسبه لك دلوقتي افضل وكمدرب برضو افضل يعني افضل من الاول يعني الاول انت ممكن تعدي عليك المباراه كمدرب هم مثلا القناه كانوا يعني ما شاء الله كان عندهم مثلا امكانيات والكلام ده كله كانوا ممكن يسجلوا مباراه او الكلام ده كله انت كمدرب مثلا ما عندكش التقنيه ديت ان انت تقدر المباراه لو عدت عندك بتبقى بالذاكره بتاعتك او لو في مثلا مدرب شاطر بيأيد الاخطاء او الكلام ده كله وانت حاضر او الكلام ده كله بالظبط غير كده انت مالكش مرجعيه ان انت تراجع المباراه دي ايه الايجابيات بتاعتها والسلبيات بتاعتها والكلام ده كله الجمعه والبرنامج ما جاش بالليل بتستناه لغايه الخميس الجاي مثلا خلاص بقى ما انت بقى تقعد بقى طول الاسبوع تشتغل على انت والمدربين واللعيبه وكل واحد بقى افتكر حاجه بيقولها بتاع الكلام ده كله بتبقى الحاجات اللي هي يعني بارزه قوي انما التفاصيل الصغيره والكلام ده كله انت مش هتعرف تجيبها صح. كمدرب او كلاعب مش هتعرف تجيبها مظبوط واخد بقى حضرتك انما دلوقتي بتبقى الامور بالنسبه للاعب والمدرب افضل بكتير جدا ان انت تقدر تحسن من نفسك وتطور من نفسك للاحسن سواء كان عندك ايجابيات بتقدر ان انت تحسنها او لو انت عندك مثلا سلبيات ان انت تقدر تتغاضى عنها ان انت مجرد ما تروح البيت ما تستناش بقى انت جورنال او 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 موقع او الكلام ده كله انت ممكن تروح بيتكم على طول تعيد المباراه تاني من اول وجديد وتشوف الاخطاء ايه ودنيتك ايه والكلام ده كله عشان تشتغل عليها طول الاسبوع عشان تتلافاها المباراه اللي بعدها مظبوط فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه للسوشيال ميديا او الاعلام العصر الحالي افضل بكتير جدا كمدرب ولعيب ان انت تقدر تقيم بشكل كويس حجم الجهد اللي كنت بتبذله في المباريات زمان مقارنه بالوقت فرق شاسع بالنسبه احنا كلعيبه زمان ولعيبه دلوقتي بالظبط لا هو قصة كلها ان احنا ما كناش بناخد التدريبات والشغل زي ما كابتن حسين قال لك دلوقتي احنا عندنا يعني حاجات كتيره جدا واجهزه كتيره جدا تخلي اللعيب في حته تانية في الشغل يعني احنا كنا زمان حتى الشغل البدني كنا بدني صرف اجري حوالين الملعب لا انت دلوقتي تشيل بعض وتطلع مدرجات ورمله يعني كتشيل بعض دي كانت دي حاجه طبيعيه تشيل لكن انت دلوقتي بتخش جيم بتطلع بتاخد الادوات بتطلع بره في الملعب ليك في الملعب اللعيبه نفسها بتشيل بعض هو دي بالنسبه دي كانت ده عنصر قوه بتشتغل عليه
يعني اصعب من الحديد. يمسكك من ورا دلوقتي في اسياتك وفي شغل التمرين كان مثلا شغل كان بلدي يعني بتوطي شويه كده وبتاخد مثلا لعيب من فوق عارف انت اللعبه كان اسمها ايه اللعبه اللي هي ده اللي بيعملوها دلوقتي في الجنائن اللي هي الحاجات المتنزهه. ايوه بالظبط دي كنا بنعملها. لا لا واحد بتعدي واحد بتعدي واحد من على ظهره بتعدي نطه الانجليزي بتعدي مع واحد من على ظهره والتاني لو مثلا رجله بتنزل من تحت تطلع لفوق تاني واحد بعد واحد يعني واخد بالك ازاي تطلع مره فوق وتنزل واحد بيبقى مثلا موسع بين رجليه شويه بتنزل من تحتيه وتطلع تاني فوق. ده كان جزء من التدريبات برضه والله يعني كل الامكانيات دي بس كنت بتعمل مباريات كبيره كنا بنشوف ماتشات حلوه والواحد كان بيستمتع بجيل التسعينات وبدايه ال2000 علشان كانت زي ما الكابتن احمد كان بيقولك من شويه كانت الموهبه موجوده المهاره الاساس المهارة بتاع الكوره اللي اتعملت كانت موجوده فانت كنت ممكن تبقى لياقتك البدنيه مش عاليه قوي انما انت مثلا يعني كابتن احمد عجوز ده مثلا كنا بنتكلم من شويه لو خد ربع متر في حته بس ممكن يخلص القصه كلها في كوره. واخد بقى حضرتك ازاي اللعيبه الموهوبه كان ليها يعني اللي هي بريق في المباراه. لو كل فرقه كمان كان معروف فيها مين مميز مين يعني كابتن احمد الكاس مثلا في الحاجات اللي هي العاليه والجامبات والكلام ده كله كان راجل لما تروح تلعب الاولمبي في اسكندريه او الكلام ده كله لا بتعمل حساب بتعمل مليون. انا فاكر معلش احكي قصه بسرعه كده رحمه الله عليه كابتن شاذلي مره بنلعب الاولمبي عندنا في الترسانه الاسكور لما جه كان كابتن احمد الكاس قاعد بره راح مقعد مدحت الحوفي اللي هو حكم بعد كده كان سردباك كابتن احمد الكاس يقوم يسخن الحوفي يقوم يسخن انا بحكي وقع الدكه يا احمد الكاس كابتن شاذلي رحمه الله عليه يقوم يسخن الحوفي يقوم يسخن الكاس يقعد الحوفي يقعد فضل على كده لحد ما نزل راح منزله معاه ده قطع شطرنج لا يعني بقول لحضرتك دي من الحاجات اللي هي ركز هو كان مدرب مركز مدرب مركز ان اللاعب اللي هينزل مين اللي قصاده ما انا بقول لك الموهبه بقى كانت معروفه مثلا في النادي ده في فلان ده انا بقى بقول لك ايه لا كان تحليل بيانات ولا ارقام لا ولا احصائيات ولا بالاجتهاد الشخصي يعني كابتن شاذلي ليه مقوله للفرود يقول لك انا عايز الفرود اللي يجيب لي السهله ما يجيبليش الصعبه دي مقوله ليه هو يقول لك انا ما انت ممكن يجي لك انت هيجي لك كام واحده صعبه في الملعب في قصه التهديف هنتكلم بالظبط يقول لك انا عايزك تجيب لي السهله اللي تجي لك السهله دي حطها لي ما تفكرليش ان انت تجيب لي واحده صعبه صح يعني دي من الحاجات برضو رحمه الله عليه جيل جميل وكره كانت كره زمان دي كره حلوه كره حلوه. كابتن رضوان كلمه اخيره تحب تختم بيها الحوار الشيق ده للاسف الوقت كان سريع جدا بس يعني استرجعنا كده ذكريات شويه في جيل كره القدم من حوالي 17 سنه و 18 سنه يعني طبعا بشكرك وطبعا مبسوط ان انا قابلت الكابتن حسين طبعا كان وحشني ويعني بنقول للجماهير عموما يعني وكل سنه وانتم طيبين بنتكلم على عايز بس اقول لاولياء الامور كلمه كده يعني برضو لان في حاجه بتحصل دلوقتي في القطاعات الناشئين في القطاعات عموما وفي البراعم بالبلدي كده بيهرسوا الولد يعني بيشتغل برايفت هنا وبيشتغل مع المدرب في النادي وبيشتغل مش عارف بره طيب احنا كتير عليه فدي الكلمه بس للاولياء الامور ان كده انت بتخلص على الولد التزم بالقطاع بتاعك انت ركز بس في تمرين تمام. المدرب بتاعه بس تمام. حاول على قد ما تقدر تعمل كده والكلمه الثانيه للعيبه على قد ما تقدروا استغلوا الوقت اللي انتوا فيه بتاع الكوره ده عشان لما هتبطلوا صح دي اهم حاجه تستمتعوا طيب كابتن حسين كلمه اخيره اتشرفت طبعا بوجودي مع حضرتك ومع الله يكرمك احمد اخويا وزميلي وصديقي يعني ربنا يخليك بتمنى النادي الاهلي مع المدرب الجديد ان شاء الله باذن الله ان هو يكون موسم طيب موسم نرجع فيه كل حاجه حلوه بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله بامر الله وبتمنى كل السعاده لكل الناس اللي تنتمي للأسرة الأهلوية أو عائلة النادي الأهلي أتمنى لهم الخير يا رب دايما إن شاء الله بإذن الله ويبقى موسم سعيد كده إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله أنا بشكركم جدا بشكرك كابتن حسين بشكرك كابتن أحمد كل التوفيق لكم يا رب في مشواركم اللي جاي وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه الحلقة بالتأكيد تابعونا في جزء متعلق بالذكريات وكرة زمان مش زمان قوي بس الكرة وقتها وإحنا بنتكلم على توقيتها وتفاصيلها مختلفة تماما عن الكرة اللي موجودة دلوقتي في كل الأمور سواء الناحية الفنية الناحية الإدارية حتى كمان الناحية المالية شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.